وقفت لبنى تبكي بحضن زوجها في لحظات الوداع قبل أن تركب الطائرة. حاول وليد التماسك وهدأها وهو يربط عليها. هتفضلي تعيطي كده؟ هقولك يلا نروح البيت. مسحت لبنى دموعها وأكدت على وليد: خلي بالك من نفسك، كلمني دايما، وأول فرصة تعرف تيجي تعال على طول. حاضر يا حبيبتي، وانت خلي بالك من صحتك، وأول ما توصلي كلميني، يلا بقى قبل ما تفوتك الطيارة. جلست لبنى في مقعدها، اعتدلت لتريح طفلتها داخل بطنها وهي تدعو الله أن تصل بالسلامة وألا تتأثر صحتها أو صحة جنينها. لأول مرة منذ أن تزوجت منذ 5 سنوات تفترق عن زوجها لمدة لا تعلمها. كل ترتيباتهم تغيرت بالظروف التي طرأت على العالم كله. كانت على اتفاق مع والدتها أن تأتي لها في زيارة قبل موعد ولادتها لتراعيها دون أن تفترق عن زوجها، ولكن بعد أن طرأت الجائحة على العالم وعلموا بقرب تعليق الطيران السعودي وعلى الأغلب لن تتمكن والدتها من الحضور لها، ظلت والدتها تلح عليها وعلى زوجها بأن تحضر لبنى لمصر لتظل تحت رعايتها. في البداية رفض وليد ورفضت لبنى، ولكن مع عدم استقرار الوضع العالمي واقتراب ولادة لبنى فكر وليد جيدا ووجد أن راحة لبنى وابنتهما ستكون في وجودهم بمصر وسط الأهل. عندما صدر قرار تعليق الطيران أخذ وليد قراره وأخبر لبنى. واضح إن مفيش حل غير اللي مامتك قالت عليه. أخاف أقولك خليكي هنا وأنا هرعيكي، بس مش ضامن إيه اللي ممكن يحصل الأيام الجاية. أنا هحجز لك في أقرب ميعاد ترجعي مصر، وأنا لما الطيران يفتح هحاول أقدم أجازتي وأجيلكم. وصلت لبنى مطار القاهرة، وجدت في انتظارها والدتها وشقيق زوجها. استقبلوها واطمأنوا على صحتها فطمأنتهم أنها بخير. عادت لبنى إلى شقة والدتها على اتفاق أن تكون إقامتها بين شقة الأم وشقة لبنى. عندما سمعت لبنى لأول مرة عن وجود فيروس جديد بالصين ولا يستطيع أحد السيطرة عليه، أخذت الخبر بهدوء وقالت في نفسها أن الأمر بعيد ومتكرر من قبل. سارس وإنفلونزا الخنازير وغيرها أوبئة ظهرت ولكنها كانت بعيدة ولم يحدث شيء. ولكن عندما توالت الأحداث العالمية سريعا وتابعت ما يحدث في العالم بدأت تشعر بالخوف، خاصة مع التحذير الشديد من خطورته على الحوامل. الحمل الذي انتظرته لبنى 5 سنوات وتتمنى أن يكتمل على خير وأن ترى طفلتها أمامها بخير صحة وحال. كان خوفها على طفلتها محركها الأساسي في العودة سريعا لمصر، ففي حال عدم استطاعة والدتها الحضور للسعودية ستكون وحدها، ولن يستطيع وليد مهما حاول الاعتناء بها أن يحل محل والدتها. بعد وصولها ببضع أيام صدر قرار حظر التجول في مصر. كانت تتحدث مع زوجها في مكالمات فيديو يومية، كان يحذرها من الخروج من المنزل إلا للطبيب فقط ومع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية. أما والدتها فلم تقل خوفا عليها عن وليد وقررت: إحنا مش هننزل خالص من البيت، كل طلبات البيت هنجيبها بالتليفون، وملكيش دعوة انت بيها ولا تفتحي الباب للدليفري، انا هباخد منه الحاجة وعقمها عند البيت، وهكلم الدكتور من دلوقتي يشوف لنا احسن مستشفى، تكون امان اهم حاجة، ربنا يزيح عننا يا رب. طبقت لبنى والدتها كل الاجراءات الاحترازية. ايام الحظر طويلة ومملة، فكانت اغلب اوقات لبنى تقضيها على الفيسبوك، والاوقات التي تتحدث فيها مع زوجها قليلة، لان عمله كمدير فرع لواحد من سلسلة سوبر ماركت شهيرة بالرياض لم تتأثر مواعيده بمواعيد الاغلاق المبكر، فبالتالي اغلب يومه في العمل. في احد الايام وجدت صديقة لها على الفيسبوك ترسل لها دعوة لجروب مغلق لم يدل اسمه على محتواه. دخلته بدافع الفضول، وجدت ان زملاء دفعتها في الجامعة يتجمعون وكل من يعرف زميل قديم يضيفه. عادت بالزمن لأول سنة لها بالجامعة، فرحت بصديقتها القدامى التي انقطعت علاقتهم بها من سنوات طويلة. كان ذلك الجروب يلتهم أكثر أوقات الملل الذي كانت تمر به. استعادت قرب بعض صديقتها القديمات وتبادل أرقام الهواتف وأصبح أقرب. وعندما فاجأتها ألام الولادة في وقت الحظر جاءت لها إحدى صديقتها مع زوجها الطبيب لتقلها مع والدتها للمستشفى التي ستلد بها. في صباح اليوم التالي كانت ابنتها بجوارها، وجاءتها والدة وليد وشقيقه للاطمئنان عليها. واطمئن عليها وليد أكثر من مرة بمكالمات الفيديو ورأى ابنته عبر شاشة الهاتف، ولم تتركها صديقتها حتى اطمئنت على عودتها من المستشفى بخير هي وابنتها. حياة رائعة.
حياة رائعة اكتملت بوجود ملكة. أخيرا رزقها الله بطفلة تمنتها طوال سنوات زواجها. لم يعد ينقصها سوى أن يعود زوجها أو تذهب هي إليه في أقرب وقت بعد عودة الحياة إلى طبيعتها. مرت الشهور والحياة المتوقفة بدأت تعود تدريجيا، ولكنها ظلت تتبع إجراءات السلامة والأمان خوفا على نفسها ووالدتها وابنتها. كلما سألت زوجها عن عودته في أجازة يخبرها مش عارف أخد أجازة، الشغل هنا سرحه كتير من العمالة والوضع مش مستقر ووجودي مهم في الفترة دي. أنا عايز أجي بس مش عارفة لسه أتعامل مع مليكة لوحدي، ماما شايلة معايا كتير وهنفضل كده كتير، ما صدقنا الطيران اشتغل تاني. خلاص لو ما عرفتش تيجي لحد آخر الصيف هاجي أنا، تكون مليكة كبرت شوية وأنا اتعودت على التعامل معاها. اتفق على ذلك، فرغم اشتياق وليد لها ولابنته إلا أنه أكثر ما يهم هو راحة لبنى وسعادتها. في أحد الأيام وبعد عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، اقترحت إحدى الصديقات في جروب على الواتساب: إحنا مش هنتقابل كلنا، كنا بنقول لما الحظر يخلص هنتقابل، وهو الحظر خلص من أكتر من شهرين والدنيا بقت قاعدة. ردت صديقة أخرى: يا ريت بجد نتقابل أهو نفصل عن عيالنا شوية. ردت أخرى: طب ما نتجمع يوم بالولاد ويتصاحبوا ويلعبوا ونتبسط كلنا. ظلت الاقتراحات تتوالى حتى قرر أن يستأجر يوما في فيلا ببسين لتتجمع الصديقات مع الأطفال في مكان مفتوح وغير مزدحم. لاقت الفكرة استحسان الجميع وذهبت لبنى معهم، وتركت ابنتها لوالدتها خوفا عليها لصغر سنها الذي لم يتجاوز 3 أشهر. افتقدت لبنى منذ زواجها الحياة الاجتماعية، فمنذ تزوجت وليد وحياتها أصبحت مغلقة له ومعه فقط. بعد الزواج سافرت معه للسعودية، حياتها هناك معه فقط. أثناء وجوده في العمل تنتهي من أعمال المنزل وتحضير الطعام ومكالمة والدتها، وعندما يعود يظل معا، يتحدث، يشاهد التلفاز، يتشاركان كل شيء، فتهون أيام الغربة والبعد عن الأهل بالمحبة التي تجمعهما. عندما عادت للحياة الاجتماعية مرة أخرى اكتشفت أنها أغلقت على نفسها كثيرا وينقصها الشعور بالحياة ووسط الآخرين، فأقبلت على الحياة الاجتماعية بشدة. اتسعت دائرة صديقتها لصديقات الصديقات، كل مناسبة لإحدى الصديقات تذهب إليها، تخرج معهم للتسوق، تذهب للقائهم في النادي، وعندما تكون هي ووالدتها وابنتها في شقتها تدعو بعضهم للعشاء. فشقتها في كومباوند هادئ بحديقة تتسع لعدد من الصديقات وأطفالهن على عكس شقة والدتها الموجودة داخل برج سكني. لم يعترض وليد أبدا على كثرة انشغالها بصديقتها، بل بالعكس رآها فرصة حتى لا تشعر بالوحدة التي يشعر بها والخوف من المجهول في ظل عدم الاستقرار بسبب الجائحة التي يحاول أن يخرج منها بأقل الخسائر. وكانت كلما شاركت صور لها مع صديقتها يكتب لها عبارات الحب والشوق ويتمنى لها أن تسعد بوقتها. والدتها تهتم بمليكة كل الاهتمام، ولبنى تفكر أحيانا كيف ستعود للحياة مرة أخرى للسعودية مع مليكة وتتحمل مسؤولياتها وحدها والحياة المغلقة هناك. في إحدى الليالي قبل أن تنام رن هاتفها بصوت رسالة على الواتساب، فتحتها فوجدت رقم غير مسجل وبدون صورة: وحشتيني يا لبنى. ابتسمت، يبدو أنها صديقة قديمة أخرى تظهر من جديد، فردت لبنى: مين؟ جاءها في الرد صورة، فتحتها، كاد الهاتف أن يقع من يدها وهي ترتعش وتتجمع الدموع في عينيها عندما رأت صورة لها يحاوطها فيها مصطفى بذراعه يبتسمان بسعادة. رددت بصوت مرتعش في سرها: مصطفى. وتساءلت في نفسها بخوف: ترى ما الذي جعله يرسل لها تلك الصورة وينبش في ماضي انتهى ودفن منذ سنوات؟ ظلت لبنى للحظات متجمدة وعقلها يفكر بسرعة، هل ترد عليه بحزم وتخبره أنها متزوجة وألا يراسلها مرة أخرى، أم تتجاهله تماما وكأن شيئا لم يكن؟ ولكن كيف سيكون رد فعله في كلتا الحالتين؟ أثناء تفكيرها أرسل مرة أخرى: ردي ما تطنشنيش. في رد فعل سريع منها قامت بحظر رقمه ومسح رسالته بسرعة، كأنها تريد أن تتخلص من الذكريات الأليمة في أسرع وقت قبل أن تصل لقلبها. حاولت النوم لكنها لم تستطيع، اتصلت بوليد فجاءها صوته نائما فزعا: لبنى مالك؟ مفيش، أنا أسفة إني صحيتك. لا مش مهم، طمنيني مليكة فيها حاجة؟ أتصل بحد من إخواتي يجيلك؟
ردت لبنى تطمئنه: اهدى يا حبيبي، مفيش حاجة، بجد عرفيني، صدقيني هتصرف. مفيش حاجة والله، مليكة نايمة. انت وحشتني فجأة وحبيت اسمع صوتك قبل ما انام، ما كنتش اعرف انك هتتخض كده، انا اسفة. رد عليها بصوت مطمئن: الحمد لله انكم بخير، ولا يهمك يا حبيبتي، انت تكلميني في اي وقت. التمست الامان في مكالمتها مع زوجها، لم تطيل عليه ليعود لنومه وانهت المكالمة، استلقت على السرير وعادت للماضي. ولدت لبنى وعاشت مع والديها في السعودية حتى سن 15. عادت الأسرة للاستقرار بمصر لتستكمل لبنى دراستها. أنهى والد لبنى عمله وأخذ كل مستحقاته المالية، وقرر أن يكتفي من العمل الوظيفي ويلجأ لعمل حر، وإن لم يستقر على مشروع مضمون سوف يضع مستحقاته المالية بعد التقاعد ومدخراته خلال سنوات عمله في البنك، ويعيش من فوائدها التي تكفي أسرته وتزيد. في بداية رجوعه جرب بجزء من مدخراته في الاستثمار العقاري، وبعدما حقق مكسب جيد من أول مرة قرر أن يستمر في استثمار أمواله في العقارات والأراضي، وبالفعل حقق مكاسب كبيرة ووضعته في صف الأثرياء. عاشت لبنى حياة مستقرة سعيدة مرفهة، الجزء الأول منها منغلق على أسرتها فقط عندما كانت في السعودية، وعندما عادت في المرحلة الثانوية كان كل وقتها ما بين المدرسة ودروس الخصوصية. لم تكن تحب المذاكرة، فكانت تكتفي بما يحقق لها النجاح العادي. في الأجازة الصيفية كان أغلب وقتها مع والدتها، إما للخروج للنادي أو السفر مع والديها للغردقة أو شرم الشيخ. أول مرة خرجت للعالم المفتوح عندما التحقت بكلية التجارة، هناك رأت عالم مختلف ومتنوع لا يشبه أحدهم الآخر. كانت وحيدة في الأيام الأولى للدراسة حتى وضعتها الظروف مع لمياء التي تليها في كشف الأسماء في الكلية، فاجتمعت بها في أكثر من سكشن، وبالتالي صار التعارف والتقارب تدريجيا حتى أصبحت صديقتها المقربة. من خلال لمياء عرفت فرق الطبقات وأن حياتهما مختلفة. ملابس لمياء قليلة وبسيطة، لا تستطيع أن تجلس يوميا في الكافيتيريا لتناول الإفطار أو شرب كوب شاي أو فنجان قهوة. تتهرب إن حاولت لبنى أن تقترح عليها الخروج لتناول الغداء أو العشاء في الخارج، حتى قالتها لمياء صريحة: معلش يا لبنى، ظروفي ما تسمحش إن أخرج أتغدى أو أتعشى بره، أنا بابا أرزقي على باب الله ويدوب بيقدر على مصاريفنا الأساسية بالعافية. احترمت لبنى صراحتها، ولأول مرة ترى عن قرب الفقر متجسد في شخصية قريبة منها وليس على شاشة السينما أو التلفزيون. أحبتها وتعاطفت معها، فكانت تدعوها هي للخروج معها، تأتي لها بهدايا بمناسبات مختلفة ومفتعلة وتقاربة أكثر. بعد الانتهاء من السنة الأولى بالكلية أخبرتها لمياء بسعادة أنها ستتم خطبتها قريبا لجار لها. فرحت لها لبنى من قلبها وقالت لها لمياء: الخطوبة هتبقى في البيت عالضيق، عايزك تكوني معايا من أول اليوم، ولو ممكن تحطي لي مكياج من عندك. رحبت لبنى بطلبها وسألتها: جبت الفستان جديد؟ ردت لمياء بانكسار: لا، هستلف بلوزة حلوة من واحدة جارتنا، ولو عملتي لي مكياج حلو هنقضي اليوم، انت عارفة الخطوبة علينا وبابا مش هيقدر يعمل اكتر من كده. قالت لها لبنى: بصي بقى، انا كده كده كنت هجيب لك هدية للخطوبة، فتعالي ننزل نجيب فستان حلو ننقيه سوا، واجيلك يومها من بدري اعملك الميك اب وهتبقي احلى عروسة. كادت لمياء ان تطير من سعادتها، وسعدت لبنى بسعادة صديقتها، وكانت تنتظر معها يوم خطبتها، يوم أن بدأت حياة لبنى تتغير. عندما استيقظت لبنى في اليوم التالي كانت مرتبكة أغلب اليوم، تمسك هاتفها أغلب الوقت وترهل من رسائل أخرى من مصطفى. مر اليوم بخير والتالي والذي يليه، ثم بعد أسبوع وجدت رسالة من رقم جديد يرسل نفس الصورة بنفس الكلام، فقامت بحظره ومسحت رسالته وقررت تغيير رقمها، وأخبرت زوجها أن الرقم تأتيه معاكسات تزعجها، فالأفضل شراء رقم آخر. وافقها زوجها واشترت رقم جديد وعطته للعائلة فقط ولم تعطيه لأحد. اختفت رسائل مصطفى، بدأت تطمئن أنها تغلبت على مصطفى وانتهت محاولاته تجدير صفو حياتها على خير. عادت لحياتها مرة أخرى. أسعدها وليد عندما أخبرها بأنه سيأتي في أجازة الشهر القادم، سعدت به وأخبرته أنهما سيعودوا معا للسعودية بعد انتهاء أجازته. جاء وليد وانتقلت معه للعيش في شقتها. طلبت من والدتها أن تأتي لتقيم معها، ولكن والدتها أجابتها: لا، روحي أنت وجوزك وبنتك اقعدي في شقتك، وحاولي تتعودي على المسؤولية لوحدك قبل ما تسافري،
لو احتجتيني هجيلك، بس حاولي تتعودي عشان ما تتعبيش لما تسافري بيها لوحدك. اكتملت سعادتها بوجودها مع زوجها وابنتها. في الأيام الأولى كانوا يذهبون يوميا لبيت عائلة وليد، ثم سافروا لقضاء أجازة في الساحل الشمالي. أيام سعيدة تعيشها لبنى. وذات مساء وقبل النوم وهي تتصفح الفيسبوك، وجدت وليد غير صورة صفحته الشخصية بصورة لهم مع ابنتهم في البحر. أعجبتها الصورة وجدت الكثير من التعليقات. ابتسمت وهي تفتح التعليقات لتقرأها، أغلبها دعوات لهم بالسعادة، حتى استوقفها تعليق من مصطفى: حلوين قوي. للحظة تخيلت أنها قرأت الاسم خطأ. أعادت قراءة الاسم مرة أخرى ونظرت للصورة. هو مصطفى. ارتعبت. هل مصطفى يعرف وليد؟ ومنذ متى؟ جاء وليد من الحمام، وجدتها شاردة، جلس جوارها على السرير ونظر لها: ايه مالك، وشك متغير كده ليه؟ ارتبكت وفكرت في سبب، فقالت: ابدا، كنت بتفرج على صورتنا وخفت على مليكة شوية من الكومنتات الكتير. اشمعنى يعني؟ من امتى بنفكر كده؟ مش عارفة. بقولك ايه، في ناس كتير معرفهاش. مين دول؟ تساءل وليد. مين؟ قربت الهاتف واختارت اكثر من اسم بينهم مصطفى. ده واحد معايا في الشغل، وده كمان، وده صاحبي من زمان معرفة عادية كده، وده واحد مش فاكر بعتلي امتى، يمكن من شهر كده. كان يقصد مصطفى. خافت اكثر عندما وجدت ان مصطفى ضمن اصدقاء زوجها على الفيسبوك طوال الفترة الماضية. وبعد ان تخيلت انه لن يقترب منها ومن حياتها، تجده يراقب حياتها، بل وتعمد ان يظهر لها نفسه. ترى ماذا ينوي ان يفعل؟ نغص الخوف حياتها، ومصطفى يتعمد أن يظهر في التعليقات في كل صورة هي بها. ارتبكت طول الوقت وأصبحت أكثر عصبية وتوتر. ولاحظ وليد تغيرها وسألها كثيرا وهي تختلق أي مبرر. وعندما عادت من أجازتها لاحظت والدتها أيضا تغيرها وتوترها. وعندما شعرت أن الخطر يقترب قالت: لا، لابد من المواجهة. أرسلت رسالة لمصطفى: عايز مني إيه؟ أجابها فور إرسالها الرسالة: أدمر حياتك. أدمر حياتك زي ما حياتي اتدمرت. أنا؟ مين اللي دمر حياتي التاني؟ إيه؟ نحكي هنا؟ مش خايف أخد سكرين شوت وأبعتها لجوزك؟ ابعد عني يا مصطفى. ماشي، نتفاهم ونتفق وكل واحد يشوف حياته. عايز إيه؟ تعالي بكرة وهنتكلم. أجي فين؟ أنت مجنون؟ تعالي شقة زمان، لسه زي ما هي، ما اتغيرتش ولا نسيت العنوان. أنا مش جاية في حتة. براحتك، بس انتي الخسرانة من اللي ممكن جوزك يعرفه. ارتعبت لبنى من كلام مصطفى. ماذا ينوي ان يفعل ولماذا الان؟ حاولت ان تستعطفه: يا مصطفى حرام عليك، كفاية اللي حصل لي بسببك. واللي حصل لي بسببك يعدي عادي كده؟ انت بسببي؟ انا اللي خسرت كتير. بصي، مش هنقضيها رسايل، نتقابل ونتكلم. مش هقابل حد، انا ست متجوزة ومحترمة. وجوزك مصدق انك محترمة؟ عموما عندي اللي يخليه يعرف حقيقتك. مش هتكلم كتير، ده رقمي. وقبل ما تيجي كلميني عرفيني جايه امتى والساعه كام. قدامك يومين بس. كتب لها رقمه. حاولت ان تستعطفه وتلح عليه، تتصنع القوه وتخبره انها لن تهتم، ولكنه كان يرى رسائلها ولا يرد. توترت اعصابها. كلما حدثها وليد تصرخ به باي سبب تافه. حياتها المستقره ستنهار، وهو ما يثير اعصابها. حاول وليد احتوائها، يسألها عن سبب تغيرها وتبدلها لواحدة أخرى، تتهم أنه لا يشعر بها بسبب مسؤولية ابنتها. جاء بوالدتها ربما تخفف عليها الضغط، فلم يتغير شيء. مرت المهلة المحددة ولم تذهب لبنى لمصطفى. وذات مساء عاد وليد من الخارج وأخبرها: لبنى، أنا حجزت التذاكر الأسبوع الجاي، جهزي نفسك. صمتت لبنى بعدما هزت رأسها وهي تتمنى أن تمر تلك الأيام بسرعة لتعود من حيث آتت وتبتعد. كتب وليد يومها على الفيسبوك أن أجازته القصيرة انتهت بسرعة، وأنه يود لقاء الأصدقاء في يوم قبل السفر. في اليوم التالي صباحا استيقظت على صوت اتصال على الماسنجر على هاتف وليد. كان وليد نائما ولمحت اسمه مصطفى. انتفضت بسرعة وأخذت هاتفه وخرجت من الغرفة وردت: في ايه؟ هكلمه. ليه؟ مش انت ما جيتيش؟ خلاص هتصرف انا، ولا فاكرة هتهربي بسهولة كده؟ نظرتها على باب الغرفة تخاف ان يستيقظ وليد، فقالت بسرعة: ارجوك يا مصطفى ابعد عن طريقي، انا مش هقدر اجيلك، ولا ممكن اخون جوزي لو هموت. خلاص عوضيني. فتح باب الغرفة فارتبكت لبنى. سألها وليد:
هو تليفوني معاكي؟ معلش كنت بعمل منه مكالمة. وفين تليفونك؟ فارق لبنى، هو في ايه؟ كل الاسئلة دي عشان اخدت مكالمة. عموما ما لحقتش خلاص، مش عايزة. اخذت معها الهاتف وهي تبتعد، مسحت الرسالة سريعا ثم اعطته الهاتف وهي تدعي الغضب. ذهبت لغرفتها، اخذت هاتفها ودخلت الحمام. كتبت لمصطفى ما تتصلش بوليد تاني، لما ينزل هكلمك. اغلقت معه وظلت تبكي بصمت ووليد ينادي عليها. يوم خطبة لمياء كانت اول مرة تذهب لبيتها، لم تعرف العنوان، فاخبرتها لمياء انها ستنتظرها في اقرب مكان لمنزلها. بالفعل تقابلا، ثم توغلت لمياء في شوارع ضيقة حتى وصلت لبيتها. البيت متهالك من الخارج، متواضع من الداخل، ضيق المساحة. تعجبت لبنى ولكنها لم تبدي تعجبها كي لا تحرج صديقتها. قابلتها والدة لمياء بترحاب كبير، ثم عندما جاء مصطفى من الداخل يرحب بها عرفتها لمياء: مصطفى اخويا، ابويا بره ولما يجي هعرفك عليه. صافحها مصطفى وهو يرحب بها: نورتينا لمياء، ما بتبطلش كلام عنك، خلتنا كلنا نحبك. ابتسمت لبنى بخجل وهي ترد على والدة لمياء وشقيقها، ثم اخذتها لمياء لغرفة والديها. الاوضة التانية ملهاش باب فهنقعد هنا. طوال اليوم والترحاب بلبنى متصل، ولكنها لاحظت نظرات مصطفى لها طوال الوقت. وعندما بدأت الخطبة وانشغلت لمياء مع عريسها، ظل مصطفى ملازما للبنى. وبعد انتهاء اليوم صمم على توصيلها حتى باب بيتها. في الأيام التالية كانت لمياء تحدثها كثيرا عن مصطفى، عن سؤاله عنها، اهتمامه بكل ما يخص لبنى. حتى قالت لها لمياء: مصطفى من يوم ما شافك وهو مش بيبطل كلام عنك، وفي نفس الوقت يتكلم مع بابا انه عايز يخطب وان في واحدة خطفت قلبه. ثم قالت وهي تغمز لها: بس انا فهمت مين اللي خطفت قلبه. بعد ايام من الخطبة رتبت لمياء اللقاء بين لبنى ومصطفى. كانت اول مرة تشعر فيها لبنى بمشاعر الاهتمام وكلام الحب والاعجاب والوعود بمستقبل مليء بالحب والسعادة. سيطر مصطفى على مشاعرها، فهو من جانب ولمياء من جانب، ووالدته أيضا تحادثها كأنها أصبحت بالفعل خطيبة ابنها. ومما سهل لقاءهم هو أن لمياء صديقتها الوحيدة، ومن الطبيعي أن تتقابل كثيرا. حتى بدأت والدتها تلاحظ تغيرها خلال الشهور التالية، تتحدث في الهاتف كثيرا، شرودها، اهتمامها المتزايد بمظهرها، المصاريف الكثيرة التي تصرفها. فسألتها بحنان: قوليلي بقى يا لبنى، هو مين؟ صدمت لبنى وسألت والدتها: مين ايه اللي شغل قلبك ومغير حالك؟ حاولت ان تراوغها، لكن والدتها اخبرتها: لو انا معرفتش وسعادتك تحققي سعادتك، هتلاقي مين غيري؟ حكت لبنى عن مصطفى وعن حبه لها واهتمامه بها وهي في قمة سعادتها. ولان والدة لبنى تعرف لمياء جيدا، ردت بقلق: بس دول مستواهم غيرنا خالص يا لبنى. يعني ايه يا ماما؟ هتقفي قدام سعادتي والشخص اللي حبيته عشان هم غلابة شوية؟ ده نصيبهم، هيعملوا ايه؟ ترددت والدتها قبل الرد، تريد ان ترد عليها بحكمة وفي نفس الوقت لا تخسر ثقة ابنتها فيها. فقالت بهدوء: طب هو بيشتغل ايه؟ تعليمه ايه؟ هيقدر يتقدم لك؟ ولو تقدم هتعيشوا فين؟ وهيفرش الشقة منين؟ الجواز مش سهل. هو تعليمه دبلوم صنايع، كان ممكن يدخل كلية على فكرة، بس هو اختار يخلص بدري عشان يساعد اهله. وبيشتغل ايه؟ في مصنع. صمتت الأم قليلا، فقالت لبنى: ماما، هو أنتم مش أهم حاجة عندكم سعادتي؟ أكيد، وإحنا الحمد لله مش محتاجين. عايزة تقولي إيه؟ يعني تسهلوا عليه الطلبات، وممكن نتجوز في أي شقة صغيرة من عند بابا، أكيد بابا مش هيستخسر فيا. أكيد يا حبيبتي، المهم بس يكون ابن حلال ويعاملك كويس. أوي أوي يا ماما، هتكلمي بابا وتقنعيه يوافق؟ هو قالك إنه جاهز يتقدم؟ هو عايز يجي يتقدم بس معهوش فلوس، يعني لو سهلت عليه الدنيا هيجي. خلينا نتكلم مع ابوكي وربنا يقدم اللي فيه الخير. في الفترة الماضية استطاع مصطفى السيطرة تماما على قلب وعقل لبنى. استطاع ان يقنعها انها لن تجد من يحبها اكثر منه، ولن تجد السعادة مع غيره. طلب منها ان تقف بجواره حتى يكلل حبهم بالزواج. حدث كل شيء بسرعة وسعادة. تقدم مصطفى مع والديه لمقابلة والد لبنى. أخبره مصطفى أن كل ما يملكه هو حب لبنى وأنها تحبه، ولكن والد دول لبنى لم يكن راضيا، فأجل الرد بحجة التفكير في الأمر.
كان مصطفى مطمئنا أن لبنى ستقف بكل قوتها لتعزز موقفه أمام والدها، وهو ما حدث بالفعل. عندما جاء والدها بعد أيام يخبرها مصطفى: ده ما ينفعلكيش. ردت لبنى بغضب: يعني إيه ما ينفعليش؟ أنا اللي هتجوزه مش حضرتك، وأنا سألت عليه وعرفت أنه لا ينفع يتجوزك ولا أنت ينفع تصاحب أخته، وده موضوع منتهي. يومها لم تسأل والدها عن تفاصيل ولم تدعه يخبرها بمعرف. دخلت غرفتها فورا وأغلقتها عليها وأرسلت رسالة لمصطفى: أنت كنت صح، بابا رفض. رد عليها فورا: مش قلتلك هيرفضني عشان ظروفي؟ وأنا عارف أنك هتتخلي عني وتطلعي مادية زي غيرك. قلتلك أنا مش هتجوز غيرك ومش هسيبك أبدا. إحنا لازم نفكر هنعمل إيه بكرة، بدل ما تروحي الكلية تعالي عندنا نقعد كلنا نفكر ونشوف هنعمل إيه ونتصرف إزاي. بعدما خرجت لبنى من الحمام وجدت وليد يعانقها: ايه بس اللي مزعلك؟ احكيلي. ربطت عليه وهي تعتذر له: معرفش مالي يا وليد، اعصابي تعبانه قوي ومزاجي بيتغير بسرعه. تحبي نروح نكشف؟ يمكن في مشكله من بعد الولاده. يمكن، وحشني بيتنا هناك وعايزه ارجع هناك بسرعه. خلاص هانت يا حبيبتي، انا نازل ورايا كام مشوار كده يمكن ياخدوا اليوم كله. طيب هاخد مليكه واروح لماما شويه. خلاص هستناكم اوصلكم واروح مشاوير. لا روح انت وانا هخلص شوية حاجات واطلب اوبر. خرج وليد. بعدها ركضت لبنى تجاه هاتفها، اتصلت بمصطفى على رقم وقالت باختصار: مصطفى قول عايز ايه من كل ده؟ الا انا لو عايز فلوس هات من الاخر وقول بس سيبني في حالي. شوف انت عملتي فيا ايه وتقدري تعوضيني ازاي. اولا انا ما عملتش فيك حاجة، ثانيا قول عايز كام وخلصني بس تبعد عني وعن جوزي. 100,000 جنيه. وهتبعد عني خالص؟ خالص خالص. طب ابعتلي رقم حساب احولك عليه. ضحك ساخرا: حساب مين بس؟ انا عايزهم كاش، انا مش هقابلك ولا هعرف امشي بمبلغ زي ده. ولا يهمك ولا تمشي بالفلوس، قوليلي مكان البنك اللي هتسحبي منه واجي اخدهم منك. امانه هو ايه رايك؟ عطت لبنى على اسنانها بغيظ وهي تجيبه بموعد ومكان فرع البنك القريب منها لتنتهي مما يحدث باسرع وقت. بعد اقل من ساعه كانت على باب البنك متجهة لسحب المبلغ عندما رأت مصطفى في انتظارها. تقدم إليها مبتسما في نفس اللحظة التي سمعت فيها صوت وليد: لبنى. التفتت على يمينها وهي تحمل ابنتها، وجدت وليد يتقدم نحوها في اللحظة التي اختلست فيها النظر لمصطفى، فوجدته يلتف بظهره له. وقف وليد قبالتها وهو يحمل عنها ابنتهما: لبنى إيه اللي جابك هنا؟ حاولت لبنى أن تداري ارتباكها فسألته: وانت جاي تعمل إيه؟ جاي اسحب فلوس، مش قلتلك ورايا مشاوير وانت جيتي ليه؟ اسحب فلوس ليه؟ البيت فيه فلوس لو عايزه تشتري حاجه. لا كنت محتاجه فلوس من حسابي. ليه عايزه تجيبي ايه؟ اخترست لبنى نظره اخرى لمصطفى، كان قريبا منهما ولكن ظهروا لهم. ثم اجابت وليد: واحده صاحبتي في مشكله ومحتاجه مبلغ ضروري فجيت اسحب فلوس اديها لها. عايزه كام يعني؟ ترددت لبنى: هل تقول المبلغ الذي تنوي سحبه ام تقول رقم اخر؟ سألها وليد مرة أخرى: ها عايزة كام بدل ما تقعدي في الزحمة أجيبلك من حسابي. لا مش هينفع، المبلغ كبير شوية. كام يعني؟ ازدردت ريقها بصعوبة وخرج صوتها ضعيفا: 100. لم يسمع وليد الرقم جيدا، سألها: كام؟ ردت بصوت أوضح: 100,000. احتد وليد ولكن بصوت خفيض: انت عبيطة يا لبنى، هو في حد يسلف حد مبلغ زي ده؟ بررت لبنى موقفها: قلت لك صاحبتي ومحتاجه فلوس وانا وعدتها. وعدتيها بايه؟ صاحبتك من امتى يعني عشان تثقي فيها وتديها مبلغ زي ده؟ وهتردهولك امتى وازاي؟ احتدت لبنى وهي لا تزال تراقب مصطفى: صاحبتي من زمان وترد الفلوس ولا ما تردهاش؟ دي فلوسي وانا حره فيها. استاء وليد من رد لبنى: ايه الاسلوب ده يا لبنى؟ من امتى بنكلم بعض كده؟ اه فلوسك، بس انا مش هسيب حد يستغلك ولا يضحك عليكي. أكيد صاحبتك دي من شلة الصحاب اللي اتلميتي عليهم لما رجعتي، وشكلها شافتك طيبة طمعت فيكي. وبعدين أصلا إزاي تيجي بمليكة في الزحمة كده؟ إيه مش خايفة عليها؟ كنت عايزة ألحق البنك ومشوار ماما بعيد. أخذها تحت ذراعه خارجا: يلا تعالي أوصلك لمامتك ونكمل كلامنا بعيد عن الزحمة. حاصرها وليد بكلامه، نفدت منها الحجج والردود فمشت معه حتى وصلت لسيارته، ركبت بجواره. تابعت مصطفى بنظرتها وجدته واقفا ينظر لها بحدة، خافت من ردة فعله ولكنها لم تستطع فعل أي شيء سوى أن تكمل طريقها مع زوجها. وقف مصطفى ينظر للسيارة المبتعدة بغضب،
كان أقرب ما يكون لتحقيق خطته، وفجأة جاء وليد أنهى كل شيء. ابتعد عن البنك، رن هاتفه، أخرجه من جيبه ثم نظر قبل أن يفتح الخط. جاءه صوت متلهفة: طمني خلاص؟ رد بغيظ: زي ما رحت زي ما جيت، اقفلي أنا جايلك. وصل مصطفى لشقة لمياء، فتحت له الباب بلهفة بمجرد رن الجرس. استقبلته بفضول: ايه اللي حصل؟ حكى لها كل ما حدث في البنك وسماعه بعض من ما دار بينهم، فأدرك الحديث ككل. سألته: شافك؟ لا ما خدش باله، ولا أنا كنت أخدت بالي منه إلا لحظة ما نادى عليها. ظلت لمياء تتحدث وهي تروح وتجيء: يعني إيه؟ يعني مش هنعرف نطلع منها بحاجة؟ ده أنا ما صدقت عرفت لها طريق لما شفت صورها على جروب الدفعة، وعرفت أجيب رقم تليفونها بعد طلوع الروح. هتفلت مننا عادي كده؟ رد مصطفى وهو يخبط على الطاولة أمامه: والله ما هيحصل أبدا، هاخد منها اللي أنا عايزه، مش بعد كل اللي حصل لي بسببها وحياتي اللي باظت. هي تعيش حياتها مبسوطة ومتهنية وعلى قلبها الفلوس قد كده، وأنا مش لاقي حق السجاير. هتعمل إيه؟ أمسك مصطفى هاتفه وأجاب لمياء: هتصل بيها وأقول لها تتصرف قبل ما تسافر، ومعرفش أجيبها. عندما وصلت لبنى منزل والدتها وصعد معها وليد، حكى لوالدتها ما حدث وأنهى حديثه: من ساعة ما خرجنا من البنك وهي زعلانة، احكمي بينا وقوليلي أنا غلطان يا طنط. ردت والدتها: لا طبعا مش غلطان، أنت معاك حق تخاف عليها وعلى فلوسها، صاحبتك مين دي يا لبنى اللي عايزة تديلها المبلغ ده؟ صمتت لبنى، كل ما تفكر فيه رد فعل مصطفى: تريد أن تخلصه بالمال كي يبتعد عنها وعن حياتها، تحب زوجها وتخاف أن تخسره، تريد أن تحيا معه ومع ابنتهما في سلام دون أذى أو مشاكل. ذهب وليد ليكمل مشاويره. شعرت الأم بالقلق وسألت لبنى صراحة: لمياء، لمياء اللي طلبت منك الفلوس؟ أرادت لبنى أن تطمن والدتها فردت: لا معرفش عنها حاجة من زمان. أمال إيه حكاية الفلوس دي وهتديها لمين؟ رن هاتف لبنى قبل أن تجيب والدتها: مصطفى يتصل. والدتها تسألها وهي خائفة مترددة حائرة مثلما شعرت في الماضي. بعدما رفض والد لبنى خطبتها، توقع أن عدم اقتناعها برفضه رد فعل طبيعي لفتاة في عمرها تعلقت مشاعرها بخاطر. لكن في اليوم التالي نفذت لبنى كلام مصطفى وذهبت لبيتهم بدلا من الكلية. جلسوا جميعا، لبنى، مصطفى، لمياء ووالدتهما، يتحدثون في كيفية إقناع الأب بالموافقة. اقترحت الأم: انت تستني شوية يا لبنى لحد ما يهدى، وبعدين مصطفى يتقدم لك تاني، ولو موافقش نفكر يخليه يوافق ازاي. بالفعل لم تتواجه لبنى مع والدها، واستمرت علاقتها بمصطفى ولكن بحذر، حتى اقتنع والديها ان الموضوع مر بسلام. بعد بضعة اشهر اتصل مصطفى بوالد لبنى يطلب التقدم مرة اخرى، وكالمرة السابقة رفض والدها ان يقابله من الاساس واخبره: الموضوع منتهي، انتم مش مناسبين لبعض، ويا ريت ما تكررش طلبك تاني لانه هيفضل مرفوض. يومها وبعدما علمت لبنى ما قاله والدها لمصطفى، ثارت في وجهه وقالت بكل عصبية: ليه عايز تفرض رأيك عليا وعلى مشاعري؟ ده حد انا حبيته وجيت اقدم مرة واتنين، يعني شاريني وعايزني وانا عايزاه، ليه تحرجه وتقوله اننا مش مناسبين لبعض عشان ظروفهم اقل مننا؟ وايه يعني انا راضية؟ سمع منها والدها محاولا الا يثور، ورد بهدوء وحنان: انت لسه مش فاهمة الدنيا، اهم حاجة في الجواز ان الاتنين يكونوا من مستوى حتى قريب من بعض، مش بينهم فرق كبير. وحتى يا ستي لو على ظروفه دي شخص كويس انا كنت وافقت وساعدته كمان. توقفت لبنى عند الكلمات الاخيرة وقالت متسائلة: طب ليه مش عايز تساعده؟ عشان لما سألت عليه خفت ما اطمنتش. ايه اللي يخوف يعني؟ عرفت انه بيشرب مخدرات. ايه عايزاني ارميكي المدمن؟ لم تصدق لبنى، ولكنها صمتت ولم تجادل والدها وانسحبت لغرفتها. انتظرت في المساء عندما اتصلت بمصطفى وسألته عما قال والدها، فقال: وانتي صدقتي باباكي بيكذب عليكي عشان يرفضني، مستخسر يساعدني ومستخسر يساعدك فبيقول اي كلام، انتي شفتي مني حاجة تقولي اني بشرب مخدرات؟ صدقته لبنى. توترت العلاقة بينها وبين والدها، ووالدتها معها اغلب الوقت عدا وقت الكلية. حاولت ان تقنعها بالبعد عن لمياء لتقطع اي تواصل بينها وبين مصطفى وتطوي تلك الصفحة. أوهمت والديها أنها استسلمت لقرارهم، ولكنها في الحقيقة كانت واقعة تحت تأثير مصطفى وعائلته. وفي أحد الأيام وهي في منزلهم بزيارتها المتكررة، اقترح مصطفى: بصي بقى يا لبنى، أنت لو عايزاني صحيح لازم تاخدي قرار بنفسك وما تسيبيش أهلك يتحكموا فيك. تساءلت لبنى: يعني أعمل إيه؟ أنت عارفة أنا بحبك قد إيه، صح؟
أيوه، يبقى نتجوز ونحطهم قدام الأمر الواقع، ساعتها مش هيقدروا يتحكموا فيكي ويحرمونا من السعادة اللي بنتمناها. صمتت لبنى، وجدت لمياء تقنعها. بصراحة مصطفى عمل كل اللي يقدر عليه، تقدم لك مرة واتنين ولازم تقفي جنبه. وقالت والدتهما، وانتوا ما طلبتوش حاجة صعبة، اتنين بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا، اهلك اللي متشددين عشان يعني احنا على قدنا ومستعرين من نسبنا. فكرت لبنى، تساءلت، بس ازاي اتجوز من وراهم؟ رد مصطفى بسرعة، مفيش قدامنا غير اننا نتجوز عرفي فترة كده وبعدين نقول لهم، وقتها مش هيبقى قدامهم الا يوافقوا ويرضوا بالامر الواقع. ها قلت ايه؟ صمتت لبنى تفكر وهي خائفة مترددة حائرة. احتارت لبنى، والدتها تسألها وتشك ان لمياء هي من طلبت منها ذلك المبلغ، وهاتفها يرن برقم مصطفى. والدتها تكرر، قوليلي لمياء اللي عايزة الفلوس؟ أجابت لبنى وهي تبكي وتنظر لرقم مصطفى الذي لا زال يرن، فكتمت صوت الهاتف، مصطفى اللي عايز الفلوس. نهرتها والدتها، مصطفى تاني؟ ازاي وامتى؟ انت يا لبنى تعملي كده؟ وجوزك المحترم ابن الناس ده تعملي فيه كده؟ مسحت لبنى دموعها واعترضت على حدة والدتها، ماما انت فاهمة ايه؟ اللي فاهمة ان مصطفى ظهر تاني في حياتك، وده ما ينفعش بأي شكل، فاهمة؟ انت اللي مش فاهمة اللي انا فيه، مصطفى بيهددني. وانتي بتردي عليه ليه اصلا؟ ما ردتش، والله ما رديت، غير لما لقيته عند وليد على الفيسبوك بيكتب كومنتات خفت. وهو عايز منك ايه؟ عايز فلوس طبعا. وانتي عبيطه يعني؟ لا يا ماما انا خايفه. ملوش عندك حاجه، يخبط دماغه في اقرب حيط. وفريدي حكى لوليد كل حاجه، انا بحب وليد وبحب حياتي معاه، وما صدقت ربنا رزقنا بمليكه، مش عايزه اي حاجه تنغص علينا عشتنا، مش عايزه صورتي تتهز قدام وليد، ويا عالم هيتعامل معايا ازاي، انا عايزه اشتري راحتي وان كانت تمن فلوس ياخدها ويغور. صمتت الام تفكر في كلام ابنتها، شعرت بالخوف هي ايضا على حياه ابنتها المستقره. بعد قليل من التفكير، بقولك ايه، ردي مره واحده بس عليه وقولي له انك مش هتعرفي تتصرفي له في الفلوس، وان انا اللي هتعامل معاه في الموضوع ده، واعملي له بلوك من عندك ومن عند وليد. ابعدي انت نفسك خالص وسافري مع جوزك وكانه ما ظهرش خالص، وانا هتصرف. هتعملي ايه؟ هعمل اي حاجه، المهم يبعد عنك خالص. ربطت عليها والدتها وهي تطمئنها، ما تخافيش ابدا. لم تدم حيره لبنى طويلا مع كثره اقناع مصطفى وعائلته لها بضروره الزواج العرفي، حتى تجبر والدها على الموافقه على زواجها رسميا من مصطفى. تم الزواج العرفي بمعرفه اسره مصطفى، والتي كانت تستقبل لبنى كزوجة ابنهم، فتعد اللقاءات وتتكرر. أهملت لبنى دراستها وكانت تتوجه يوميا بدلا من الذهاب للكلية لمنزل أسرة مصطفى. كل مصروفها الشخصي وما تتعلل به من احتياجها لكتب وملازم ومراجعات كانت تصرفه على مصطفى وأسرته. عام دراسي كامل مضى وكانت نهايته كارثية، فقد رسبت لبنى لأول مرة في حياتها في أغلب المواد الدراسية. كانت صدمة بالنسبة لها أولا ثم لوالديها ثانيا. شعر والدها أن ابنته لا زالت على علاقة بمصطفى، سألها، أنت لسه بتشوفي الوادخ وصاحبتك ده؟ تلعثمت لبنى في الرد، ففهم والدها، يعني ما سمعتيش كلامي ولسه بتعرفيه برضو، وطبعا ده سبب إهمالك لمذاكرتك، أنا قلت لك الولد ده مش كويس وأنت ما سمعتيش كلامي. يا بابا، من النهاردة مفيش تليفون ولا خروج لوحدك، ولو حصلت مفيش دراسة كمان لحد ما ترجعي لعقلك. مر كل شيء بسرعة فيما بعد، فبعد أن منعت لبنى من الخروج وحتى هاتفها انقطعت مجبرة عن مصطفى. وبعد شهر تقريبا وجدت لمياء تطرق بابها. وقفت والدة لبنى على الباب تسألها، خير؟ ممكن أقابل لبنى؟ لا مش ممكن، وياريت ما تكلميهاش تاني أبدا. طلب أخوكي مرفوض، وانت كمان صحوبيتك لبنتي مرفوضة. وقفت لمياء على الباب تصرخ وتنادي، لبنى يا لبنى اطلعي كلميني. صرخت فيها والدة لبنى، اخرسي خالص، انت جاية تعملي لنا فضايح. لا انا جاية لمرات اخويا تتصرف في اللي حصل له، وما تسيبوش كده. كادت الام ان تفقد اتزانها بعدما سمعت كلمات لمياء. في اللحظة التي كانت جاءت فيها لبنى من غرفتها على صوت لمياء، اوسعت الام طريقا للمياء قبل ان يسمعها احدا، وحمدت الله على عدم وجود زوجها في المنزل، ادخلي. وقفت الام بين لمياء ولبنى وهي تسأل ابنتها، بتقولي دي مرات اخوها؟ ردت لمياء بجبروت، لبنى مرات اخويا مصطفى. والتفتت للبنى قائله، شفت ابوكي عمل ايه في اخويا؟ لفق له تهمه واترمى في الحبس بقاله يومين، خليه يتصرف ويخرجه منها.
جرست الأم ممسكة رأسها ودموعها تجري على خديها من صدمتها، ولبنى حائرة، هل تعتذر لوالدتها وتطلب غفرانها أن تغضب مما فعل والدها بحبيبة؟ ولمياء لا يهمها سوى شقيقها وأن يخرج من محبسه، وتكرر: اتصرفي يا لبنى، هتسيبي جوزك كده؟ نهضت الأم وهي تنظر للمياء: امشي اطلعي بره، احنا ملناش دعوة بيكم ولا نعرفكم، واخوكي لو ماشي صح عمر ما كان حد قدر يمسك عليه غلطة، بره. خرجت لمياء وهي تصب عليهم اللعنات، وفجأة فقدت الأم وعيها. أدركت لبنى فداحة ما ارتكبته في حق والديها، وشعرت بالرعب أن تفقد أحدهم بسبب فعلتها. تماسكت حتى ساعدت والدتها على استعادة وعيها، وحين أدركت الأم ما حولها ظلت تلطم خديها وتبكي وتردد: حرام عليكي، حرام عليكي فضحتين، حرام عليكي فضحتين، أبوكي لو عرف هيموت فيها، وإنتوا مش حرام عليكم تلفقوا له تهمة وكل ذنبه إنه بيحبني؟ غبية، انت غبية يا لبنى غبية، ابوكي لما سأل عليه عرف انه بيشرب وبيتاجر كمان، رفض من سكات، انما لما لقاكي مصممة كلم واحد صاحبه قريب ظابط يهدده انه يبعد عنك، طلع معروف عندهم وتحت المراقبة، وصاحب ابوكي قال له ده عليه العين كمان، ومستنيين له بيعة ويكون معاه فيها كم علشان يعملوا له قضية اتجار، وده اللي حصل فعلا، انما لا لفقنا له تهمة ولا لينا اصلا دعوة بقضية المخدرات دي. صمتت الام ثم قالت: الحمد لله ان محدش جاب سيرتك. شردت قليلا ثم قالت: ما ينفعش ابوكي يعرف، لو عرف مش هيستحمل، انا عارفه. ظلت لبنى تبكي ندما، وكل المواقف تعاد امام نظرها من جديد لتراها بعين اخرى لم تكن تدركها من قبل. رات استغلال مصطفى واسرته لها، رات الاوراق الصغيره التي كانت تملا جيبه احيانا كثيره ولم تسال عنها، رات انها قد تكون سببا في قتل والدها بفعلتها، فبكت ندما وهي تعتذر: أنا غلطان، أنا خايفة على بابا عشان خاطري، أوعي تقوليله. ردت الأم: غصب عني لازم أسكت وما أقولش، مش عشانك أنت، عشانه هو، عشان أخاف عليه يروح مننا بسبب غبائك. وهنعمل إيه؟ أنا هتصرف. نفذت ما قالته والدتها، ردت على مصطفى في نفس اليوم وأخبرته أن زوجها رفض أن تسحب النقود وأنها لن تستطيع الذهاب للبنك مرة أخرى، ووالدتها ستتكفل بالموضوع. حدثته والدتها وأخبرته أن أمامها أيام قليلة وتستطيع تدبير مبلغ 20,000 فقط، إما أن يقبل أو يرفض، ولن تستطيع تدبير أكثر، وأعطته 3 أيام فرصة للتفكير. كانت تريد كسب مزيد من الوقت حتى تسافر لبنى وتبتعد بحياتها عن الخوف والقلق، ولن تعطيه شيء، وإن أصر على التهديد ستلقنه درسا لن ينساه. اقترب موعد السفر، وقبل ليلتين من السفر اتصلت والدة لبنى بها وأخبرتها أنها مريضة ولا تستطيع النهوض من فراشها. قامت لبنى على الفور وأخبرت وليد: ماما تعبانة وأنا رايحة لها. مالها؟ مش عارفة، بتقولي مش قادرة تقوم من السرير وعندها صداع وجسمها كله بيوجعها. تردد وليد ثم قال: وبعدين الأعراض دي ما تطمنش، وأنا لازم أروح لها. طبعا، بس بلاش مليكة، تعالي نوديها لماما ونروح لمامتك. فكرت لبنى قليلا ثم قالت: انت ما ينفعش تيجي معايا، انت ناسي ان عندنا سفر، خلي مليكه معاك وانا هروح لماما اجيب لها دكتور واطمن عليها، وان شاء الله ما يكونش في حاجه. خابت توقعات لبنى، فالطبيب اخبرها ان والدتها يشتبه في اصابتها بكورونا وعليها اتخاذ كافه الاجراءات حتى يتم التاكد. اتصلت لبنى بمعمل التحاليل وطلبت مندوب لاجراء مسحتين لها ولوالدتها، ثم اتصلت بوليد واخبرته انها لن تاتي حتى تتاكد من نتيجه المسحه. في اليوم التالي كان تبقى يوم واحد على السفر، جاءت النتيجة لتؤكد إيجابية حالة الأم وسلبية لبنى. اتصلت لبنى بوليد وهي تبكي وتخبره بالنتيجة: هاتلي مليكة واخدها من على الباب، البس كمامة وما تسلمش علي. تساءل وليد في حزن: والسفر؟ مش هقدر، مستحيل أسيب أمي وهي تعبانة كده، ومش هينفع أسيب مليكة. سافر أنت في ميعادك، والحمد لله إن مسحتك سلبية، وأنا هعزل كل واحد في أوضة وأحاول أخلي بالي على قد ما أقدر، وربنا يجيب العواقب سليمة. سافر وليد وحده مضطر، وظلت لبنى مع والدتها. كان كل خوفها على ابنتها، فقررت أن تبقيها في غرفتها لا تخرج منها أبدا، وطوال تواجدها في المنزل ترتدي الكمامة خوفا على انتقال العدوى لابنتها عن طريقها. كانت مشتتة بين والدتها التي ترعاها وابنتها، ولكنها ظلت قريبة من والدتها طوال الوقت، تتابع مواعيد علاجها، تطهو لها ما يعزز مناعتها، تتابع قياس حرارتها، وكأن ما ينقصها في عز تشتتها ظهور مصطفى مرة أخرى. فقد اتصل مصطفى بوالدتها كما اتفق من قبل، ترددت هل ترد أم لا، ومع تكرار اتصالاته ردت.
فوجئ بيها مصطفى، غريبة يعني انت اللي بترد عليا من تليفون مامتك؟ ايه وحشتك؟ بتتصل ليه؟ اعرف هاخد فلوسي امتى؟ ماما تعبانة، لما تبقى تخف نبقى نشوف الحكاية دي. اصدر مصطفى صوتا اعتراضيا وثار، جرى ايه منك ليها؟ انتوا بتلعبوا بيا وبتمطلوني؟ لم تتحمل لبنى اسلوب مصطفى البذيء المتدني فاغلقت المكالمة في وجهه. لم تخبر والدتها بالمكالمة، وكرر مصطفى اتصالاته ولم ترد. في اليوم التالي تدهورت حالة والدتها، استدعت الطبيب الذي أمر بضرورة انتقال الأم للمستشفى. قضت لبنى أيام صعبة، فمنذ تحولت والدتها للمستشفى ومنع عنها الزيارة وهي تشعر بالفزع من فقدها، يحادثها وليد على فترات متقاربة طوال اليوم منذ سفره، يحاول أن يطمئنها ويشعرها أنه بجوارها رغم البعد. في الأيام التالية لنقل والدتها للمستشفى، كانت تأخذ ابنتها في سيارة والدتها وتذهب للمستشفى، تترك ابنتها في السيارة وحدها وهي في قمة الرعب، ثم تدخل للمستشفى محاولة أن ترى والدتها وتطمئن عليها. تطلب من موظف الاستقبال أن ترى والدتها ولو عن بعد فيرفض، تطلب منه أن يسهل لها محادثتها هاتفيا فيرفض ويخبرها أنه ممنوع. أيام متتالية ولم تمل من المحاولة، وفي اليوم الخامس وقفت أمام موظف الاستقبال ترجوه، طب أكلم حد من الممرضات يطمني عليها؟ والله يا مدام لو في أي جديد في الحالة هيتصلوا بيكي، أنا متابعة حالتها مع الدكتور بس عايزة أطمن عليها بنفسي. ممنوع يا مدام، العزل كله بنفس الإجراءات وده عشانكم برضو. تراجعت لبنى بعدما أدركت فشل محاولاتها، دموعها تسبقها وتشعر بالعجز، تفكر هل والدتها تسأل عنها ولا تعرف أنها تأتي كل يوم. اقتربت منها إحدى العاملات، ربطت عليها وسألتها بحنان، مالك يا بنتي بتعيطي ليه؟ حكت لها لبنى، تعاطفت معها العاملة وربطت عليها، احنا عندنا في المستشفى مشددين الإجراءات بس ولا يهمك، أنا بطلع العزل، هاتي رقم تليفونك واسم مامتك وهطمنك عليها. شكرتها لبنى بشدة وهي تعطيها البيانات، ثم أخرجت من حقيبتها مبلغ مالي. فتراجعت العاملة، لا والله ما خد حاجة، أنا حاسة بقلقك على أمك، ربنا يطمنك عليها. ظلت لبنى طوال اليوم تنتظر اتصال العاملة حتى فقدت الأمل، وفي المساء رن هاتفها برقم غريب، ردت بلهفة، انت هتفضلي ما ترديش عليا؟ صرخت لبنى، ابعد عني وسيبني في اللي انا فيه، انا مش ناقصاك، ده اخر كلام عندك؟ ايوه. واغلقت الهاتف في وجهه وظلت تبكي خوفا على والدتها وخوفا من مصطفى. دخلت غرفة والدتها واكملت بكاء وهي تشعر بعدم الامان وتردد، قلت لي هتتصرفي وطمنتي، ارجعي وقفي جنبي زي ما طول عمرك بتقفي جنبي وتطمنيني. كتمت الأم صدمتها في ابنتها داخل صدرها، خافت على زوجها من الصدمة وحاولت أيضا حماية ابنتها. ظلت تفكر في طريقة تنقذ بها ابنتها وقبل أن يعرف زوجها، ذهبت دون أن يعرف أحد إلى أحد المحامين الكبار، طلبت منه أن يسهل لها زيارة مصطفى في محبسه، وبعد أيام أخبرها بموعد الزيارة. ذهبت لمصطفى فقابلها ببرود، انتوا فاكرين كده يعني بتبعدونا عن بعض؟ احنا ملناش دعوه باللي حصل لك، لو انت ماشي صح ما كانش حد قدر يقرب منك. ابتسم مصطفى بسخريه ولم يرد. بدات الام حديثها، اسمع بقى، انا جايه لك عشان عندي عرض ليك، هتسمع ولا اقوم امشي؟ رد مصطفى بلا مبالاه، وماله، اسمع. تطلق لبنى من سكاته من غير شوشره وتجيب لي ورق الجواز العرفي، ومقابل كده أنا هجيب لك أحسن محامي مخدرات وأدفع أتعابه كلها. بس عايز إيه تاني؟ سيبيني أفكر مع نفسي الأول وبعدين أقرر. وافقت الأم مضطرة، هتفكر في قد إيه يعني؟ لا براحتي بقى، أسبوع، شهر، سنة. ردت الأم بحسم، اسمع بقى، أنا جيت لك عشان مش عايزين شوشرة، إنما أنا أقدر أوديك في داهية أكتر من اللي أنت فيه. وعلى إيه؟ انت من غير محامي كبير هتلبس حكم محترم يخليك تقضي باقي عمرك في السجن، وانا من غير ما اطلقها هتفضل جنبكم كده، ده غير الفضيحه. نهايه الكلام، هنتفق ونطلع كلنا كسبانين ولا تعند وتشوف بقى اللي نفسه اطول؟ قلتلك سيبيني افكر. فكر وهكلم المحامي يعمل لي زياره تانية، لما جيلك تكون قررت. عادت الام للمنزل، حكت للابنه كل شيء قبل ان يعود الاب. بكت لبنى بين يدي والدتها وهي تعتذر، انا غلطان، والله ما اعرف ازاي عملت كده، والله ما هعمل اي حاجه من غير رضاكم بعد كده، واللي تقولوا لي عليه هعمله من غير تفكير. ردت الام، بس نخلص من مصطفى الزفت ده من غير خسائر اكتر من كده. ثم نظرت للبنى بحسره وعيون دمعها، كفايه اللي خسرناه. وافق مصطفى على العرض،
قام بتطليق لبنى شفويا وأعطى للأم ورقة زواج عرفي على أن تتحمل الأم أتعاب محامي متخصص في قضايا المخدرات وأن تعطي لوالدته مبلغ 10,000 جنيه. أنهت الأم صفحة مصطفى من حياة ابنتها، وحاولت لبنى استعادة ثقة والديها بأن ابتعدت عن كل الناس. وعندما عادت الدراسة كانت لبنى تعيد السنة الدراسية التي رسبت فيها. أعطت كل وقتها للدراسة وتعرفت على زميلتها الجدد بحدود، فقد تعلمت الدرس جيدا. أما مصطفى فقد انقطعت أخباره عنها وقطعت علاقتها بلمياء تماما. وعلمت من والدتها بعد سنة أن تم الحكم على مصطفى ب3 سنوات، وهو حكم معتدل جدا في قضية إتجار بالمخدرات. أنهت لبنى دراستها الجامعية وعادت لحياتها المغلقة مع والديها، وكلما تقدم لها عريس تتعلل بأي حجة لرفض العريس المنتظر. والدتها لا تعلق لمعرفتها بسبب الرفض ولعدم اقتناعها بأي عريس من المتقدمين، حتى ظهر وليد في حياتها. بعد منتصف الليل بساعة رن هاتف لبنى، ردت لعلها تكون المكالمة المنتظرة، وبالفعل وجدت المتصلة هي العاملة التي قابلتها صباحا بالمستشفى. قالت لبنى بلهفة: كده تنسيني طول اليوم وأنا هموت من القلق. والله ما نسيتك، أنا لما قابلتك كنت مخلصة الشفت بتاعي ومروحة ولسه مستلمة من شوية، وأول حاجة جيت أطمن على مامتك. بكت لبنى: هي عاملة إيه؟ طمأنتها: أهي قدامي إن شاء الله هتبقى كويسة، عايزاني أقول لها حاجة؟ بكت لبنى: عايزة أسمع صوتها. سمعت لبنى العاملة تتحدث بصوت منخفض: يا حاجة، بنتك عايزة أكلمك، أنا هرفع لك الأكسجين تسمعيها صوتك بس تطمن، وما تتكلميش كتير عشان ما تتعبيش. ثم قالت للبنى: اتكلمي هسمعاكي. تحدثت لبنى بصوت مخترق تحاول كتمان بكاءها: عاملة ايه يا ماما؟ ان شاء الله هتبقي كويسة وترجعي بيتك قريب، انا بجيلك كل يوم بس محدش بيرضى يدخلني، محتاجة اي حاجة. جاءها صوت والدتها متقطع مع صوت انفاسها بصعوبة، ردت: ما تخافيش علي، انا كويسة، خلي بالك انت من نفسك ومن بنتك. اخذت العاملة الهاتف وقالت: كفاية عليها كده عشان ما تتعبش، انا مش عارفة اشكرك ازاي. ولا شكر ولا حاجة، ربنا يطمنك عليها. طب ممكن استأذنك بكرة اكلمك اطمن عليها؟ تحت امرك اي وقت، انا ببدأ الشفت بتاعي 12 بالليل، كلميني بعدها اكون موجودة. كررت لبنى كلمات الشكر والدعاء لتلك السيدة الطيبة التي وضعها الله في طريقها لتطمئن قلبها. تلك الليلة نامت لبنى بعمق وابنتها في حضنها، وقد شعرت بالاطمئنان لمجرد سمعها صوت والدتها. استيقظت صباحا على مكالمة وليد، حكت له عن مكالمتها لوالدتها وأنها تشعر أن والدتها ستكون بخير قريبا. سمعها وليد وتمنى الصحة لوالدتها، سأل عن ابنته وأنهي المكالمة ليتوجه وليد لعمله. لم تذهب لبنى لليوم للمستشفى منتظرة الليل لتحادث والدتها مرة أخرى وتطمئن بسماع صوتها حتى ولو بكلمات قليلة. في بداية المساء جاءها اتصال من المستشفى يخبرها بكلمات قليلة قاتلة: مدام لبنى، البقاء لله، والدة حضرتك توفت. تلقت لبنى خبر وفاة والدتها الصادم بالصمت، شعرت فجأة بالخواء وكأن العالم كله اختفى من حولها. شعرت أن المنزل يتسع ويتسع وهي تتضاءل وتتضاءل، تشعر بألم في قلبها وضيق في تنفسها. أمسكت هاتفها بيد مرتعشة، اتصلت بوليد، وبمجرد أن رد عليها قالت بصوت جاف دون دموع: ماما ماتت. استرجع وليد وبثها آيات الصبر والادعاء لوالدها، اعتذر لها أنه ليس بجانبها وطمأنها أنه سيرسل شقيقه لها ليتواجد معها في كافة الإجراءات المطلوبة، وأن تطمئن أنها ليست وحدها وهو معها رغم البعد. شعرت أن التاريخ يعيد نفسه، نفس المكالمة ونفس الكلمات منذ سنوات أثناء خطبتها لوليد عندما توفى والدها وكان وليد مسافرا أيضا، ولكن الاختلاف أن والدتها كانت بجوارها وخففت عنها، أما الآن فمن يخفف عنها؟ سمعت بكاء صغيرتها، نهضت تحملها وتضمها وكأن الجواب جاءها: يجب أن تصبر وتتحمل من أجل ابنتها. جاءتها أسرة وليد وظلوا معها لإتمام إجراءات الدفن والعزاء. لم تتركها والدته في الـ3 أيام الأولى، ثم عادت لبيتها. أخبرها وليد أنه لا داعي من الانتظار في القاهرة، وسيحجز لها تذكرة عودة للسعودية في أقرب وقت. في إحدى الليالي سمعت جرس الباب، لم تكن في انتظار أحد وقتها. ذهبت ونظرت من العين السحرية، تجمد الدم في عروقها عندما رأت مصطفى خلف الباب.
آخر ما كانت تتوقعه أن تصل به الجراءة ويأتي إليها حتى منزل والدتها. ترددت كثيرا، ماذا تفعل؟ هل ترد من خلف الباب؟ أم تتجاهل وجوده؟ أم تفتح وتصرخ طالبا نجدة من الجيران؟ سمعت صوتها ويقطع أفكارها، شايفك وعارف إنك جوه، افتحي. أخذت نفسا عميقا واستجمعت شجاعتها وردت بصوت متصنع قوة، امشي من هنا قبل ما اتصل ببوليس النجدة. أنا صبرت عليك كتير، ولما عرفت إن أمك ماتت مرضتش أكلمك على طول. أنا صبري بينفد، مش هفتح، وخليك بقى لحد ما اتصل ببوليس النجدة. لو اتصلتي بالبوليس هياخدك قبلي. هما كلمتين ورددتهم، 200,000 جنيه يكونوا عندي بكرة، هستنى منك تليفون تقوليلي هاخدهم ازاي، ده آخر كلام عندي، يا هتصرف أنا بقى. ابتعد مصطفى عن الباب، وكانت لمياء في انتظاره بعيدا عن الباب ومرمى نظر العين السحرية. عندما اقترب منها شجعته، ما كانش ينفع على نخوفها كده، ملهاش حاجة انها تجيب فلوس، لجوزها موجود تقول لنا معرفتش اسحب، وزمانها ورثت من امها كمان، وبقى معاها فلوس قد كده، واحنا لينا حق عندها. معاكي حق، انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه، لولا انك جيتي معايا وقلنا للبواب جايين نعزيها، ما كنتش هعرف اجيلها لوحدي، ولولا تفكيرك ما كانش هيبقى عندنا حاجة نهددها بيها. قالت لمياء بغل، لازم تدفع تمن اللي حصل لك، السنين اللي اتسجنت فيها وحسرتنا عليك ودوخة ماما وراك في الحبس، كل ده لازم لبنى تدفع تمنه، مش احنا نتبهدل وهي تعيش حياتها متهنية ومبسوطة. ده انا بقالي سنين مش عارفة اوصل لأي معلومة عنها، وما صدقت شفت صورها مع اصحاب زمان وعرفت اجيب كل التفاصيل، وهو جوزها نقدر نوصل له اي وقت لو ما دفعتش، وتدوق بقى اللي دقناه. ظهر وليد في حياة لبنى بعد تخرجها بسنتين، والده كان زميل والدها في السعودية قبل الاستقرار بمصر. تقابل الوالدان صدفة، فصمم والد وليد على دعوة والد لبنى وأسرته على قضاء بضعة أيام في المنزل الريفي بالأرض التي يمتلكها لاستعادة ذكريات قديمة، ومنها كعمل ليرى الأرض التي يفكر في بيعها. وافق والد لبنى وذهب بأسرته، تم استقبالهم أحسن استقبال من الأسرة كلها، وكان وليد الابن الأصغر لصديق والدها. تخرج قبل 3 سنوات وعمل مع والده بالسعودية، وبالصدفة أنه يقضي أجازته السنوية تلك الأيام. ولدت مشاعر متبادلة بين وليد ولبنى، ولكن لبنى كانت خائفة من تلك المشاعر فقررت تجاهلها وألا تتمادى بها. أما وليد فقد كان قراره سريعا. أخبر والدته أنه يريد التقدم لخطبة لبنى قبل انتهاء الأجازة، فأخبرته والدته، ما ينفعش نفتحهم في الموضوع ده وهم عندنا، ما يصحش، لما يرجعوا هتكلم مع أبوك ونروح لهم زيارة نتكلم رسمي. بعد تلك الزيارة بأيام جاءت أسرة وليد في زيارة لأسرة لبنى، وطلب والد وليد خطبة لبنى. سعد الأب بطلب صديقه، فهو يعرفه منذ سنوات طويلة ويعرف حسن تربيته لأبنائه، ولكنه رد على صديقه بأنه سيسأل لبنى ويرد عليه في أقرب وقت مع إخباره بسعادته إن تمت الخطبة. عندما حكى والد لبنى لزوجته وابنته طلب وليد وسعادته بذلك الطلب، ارتبكت الأم وردت لبنى بسرعة لا. فتعجب والدها الذي رأى اهتمام وليد بها في زيارتهم الريفية وعدم انزعاجها من اهتمامه، فتوقع ما حدث، ولكنه لم يتوقع أبدا رفض لبنى. سألها متعجبة، ليه؟ ردت لبنى وهي تهرب من المواجهة لتدخل غرفتها، كده مش عايزة اتجوز خالص. دخلت غرفتها فنظر والدها لزوجته، ايه ده، انا كنت فاكرها هتفرح. ردت الام محاولة اخفاء ارتباكها، يمكن مكسوفة منك، خلينا نتكلم معاها ونشوف، وليد ابن ناس ومتربي واهله شبهنا وعارفيننا وعارفينهم، وفرصة مش عايزها تضيعها. طمأنته الام، ما تقلقش ان شاء الله هتوافق. عندما انفردت الام بابنتها سألتها، انت معترضة على وليد ليه؟ نظرت لها لبنى متعجبة، ماما انت نسيتي ولا ايه؟ اه لازم ننسى، ازاي دي حاجة ما ينفعش تتنسي. لا لازم تنسي، ما هو مش هتضيع عمرك كله وتوقفي حياتك عشان غلطة غلطتيها وسنك صغير وتضحك عليك. بكت لبنى، كان نفسي افرح زي اي بنت يتقدم لها عريس زي وليد، بس ما اقدرش اوافق، لو وافقت يبقى بفضح نفسي. ما هو اكيد هيجي وقت وتتجوزي، يبقى ليه نضيع وليد من ايدينا؟ هتجوز ازاي بس لو وليد ولا غيره ينفع؟ لا طبعا ينفع، هشوف وهسأل دكتور يعمل لك عملية وكأن ما فيش حاجة حصلت. رفضت لبنى فكرة والدتها، ازاي يعني ابدأ حياتي معاه بكذبة كبيرة زي دي؟ امال تفضحي نفسك وتفضحينا؟ انا ارفض وخلاص، وباباكي لما يسأل، ولو رفضت وليد هنقول له ايه كل مرة؟ امسكت لبنى رأسها في حيرة، مش عارف بجد مش عارف،
مفيش قدامك غير العمليه، احنا نوافق دلوقتي وكل حاجه تتلم عادي، وقبل الجواز تعملي العمليه وتبداي حياتك معاه من جديد. فكرت لبنى هل توافق على حل والدتها ام ترفض الخطبه من الاساس، ام تعترف لوليد وتضع في يده الاختيار بالقبول او الرفض. في اليوم التالي اتصلت بوليد تساله عن حجز تذكره العوده، فاخبره انه اليومين الماضيين لم يستطع الحجز لانشغاله، وخلال يومين او اكثر سيخبرها بموعد السفر وعودتها مع ابنتها له. كانت تريد الهرب سريعا من مصطفى، فكرت ان تنتقل لشقتها، ولكن شقت والدتها في مكان حيوي اكثر من شقتها في الحي الهادئ. مر اليوم ولم تلتفت لكلام مصطفى، وقررت انها لن تعطيه شيء. في المساء رن هاتفها من رقم غريب، لم ترد وتكررت الارقام المتصله، فعرفت ان مصطفى يتصل بها من اكثر من هاتف. واخيرا جاءتها رساله، مش هتجيب الفلوس؟ قامت بحظر الرقم دون الرد. في وقت متاخر من الليل رن هاتفها بمكالمه فيديو من وليد، ردت بلهفه ولكنها وجدت وجهه متجهما، مالك يا وليد؟ رد عليها بحده، هبعتلك حاجه وفهميني ايه ده. شعرت بدقات قلبها تتصارع وهي ترى وليد يرسل لها سكرين شوت برساله تحتوي على صوره وكلمات. قرات الكلام ووجدت لبنى لسه مراتي، والصوره تحتوي على عقد الزواج العرفي بين لبنى ومصطفى. صدمت لبنى عندما رأت ورقة الزواج العرفي، ارتبكت. عجلها وليد، ايه ما تفهميني ايه ده؟ بكت لبنى، صح فيها وليد، يعني الورقة دي صح؟ انت كنت متجوزة عرفي؟ كنت ايه؟ ده بيقول لي انت لسه مراته. امسك وليد برأسه وهو يكرر اخر كلماته. ردت لبنى من بين بكاءها، مش مراته، مطلقني من قبل ما اتجوزك. يا سلام، بالبساطة دي؟ انا هحكي لك كل حاجة، والله بيبتزني بقاله شهور، عايز فلوس، ولما رفضت خالص بعتلك عشان يوقع بينا. حاول وليد التماسك وهو يردد، شهور؟ يعني في كلام بينك وبينه من شهور وانا معرفش؟ ده غير انك كنت متجوزة قبلي وما قلتيش الحقيقة. انا مش مصدق ان انت لبنى مراتي اللي بقالي سنين عايش معاها وفاكر اني عارفها. انت واحدة معرفهاش ولا اقبل اعيش معاها، انت خدعتيني خدعة كبيرة قوي مستحيل اقدر انساها. بكت لبنى وهي صح، لا انا ما خدعتكش والله. وده اسمه ايه؟ لما اكتشف ان مراتي ليها علاقه قذره بواحد قبلي وضحكت عليا وفهمتني اني اول حب في حياتها، وانها قبلي لا عرفت حد ولا حبت حد، اكتشف جواز عرفي. جواز عرفي يعني زنا، علاقه حرام. انت متخيله انا بكتشف ايه؟ سنين عايشه معايا في كذبه، انا هتجنن. انا مش متخيل واحده زيك هتربي بنتي ازاي. انت لا تنفعي زوجه ولا ام، انت طالق. كانت الخيارات امامها قليله، اما ان ترفض خطبه وليد ولكنها ستفتح تساؤلات من والدها، وعندما تتقدم خطيب آخر ماذا ستفعل؟ هل تقبل فكرة والدتها تجري جراحة وتعود كما كانت وتتزوج وليد وكأن الماضي لم يكن، أم تصارحه بالحقيقة وتضع الاختيار بين يديه؟ مشاعرها تميل لوليد، وفكرة خداعه مرفوضة، وتعلم أنه لا يستحق منها الخداع، وهي لم ترى منه إلا كل حب. قررت أن تصارحه، طلبت من والدها مقابلة وليد ليتحدثا معا قبل الرد النهائي. بالفعل خرجت مع وليد بمعرفة والديها، والدها منتظر ردها كأي أب ينتظر رأي ابنته في العريس. أما والدتها فكانت تعرف ما تنوي لبنى فعله، الخوف يملأ قلبها، هل سيقبل وليد أم يبتعد عنها؟ وهل إذا رفض الاستمرار معها سيصمت أم سيخبر الجميع؟ جلست لبنى مع وليد في مكان هادئ تحاول استجماع شجاعتها لتحكي له. وليد يتحدث عن إعجابه بها وبأخلاقها ومشاعرها التي ولدت من أول مرة رآه، يتحدث عن مستقبلهما معا وسعادته بالارتباط بها. حاولت كثيرا أن تحكي له ولكنها لم تستطع الاعتراف بما يخجلها، وفي نفس الوقت لا تريد أن تخسره، فوصلت لحل وسط يحفظ كرامتها إن رفض. قاطعته في وسط حديثه الحماسي عن المستقبل وقالت بتردد، في حاجة مهمة لازم تعرفها وبعدين تشوف هتقدر تكمل معايا أو لأ. سألها وليد بتوتر من لهجتها الجدية، خير؟ قبل ما اتكلم، اللي هقوله ده سر محدش يعرفه، ولو بابا عرف مضمنش ممكن يحصل له ايه، وانت عارف انه مريض قلب، فلو سمحت لو مش هتقدر تكمل معايا ما تقولش السر ده لحد. ممكن؟ حاضر، قلقتيني. قالت بتردد وهي تفرك يديها ودموعها بدأت تتجمع في عينيها، انا تعرضت لاعتداء من فترة. قاطعها وليد بفزع، ايه؟ امتى وازاي؟ مش عايز افتكر تفاصيل، بس الكلام ده حصل من 3 سنين تقريبا،
وليه ما بلغتيش؟ خفت على بابا اولا، ثانيا حد ما اعرفوش، هعمل ايه وهقول ايه؟ من 3 سنين يعني كنت كبيره، ازاي ده حصل؟ وليد ارجوك مش عايزه اتكلم في الموضوع ده، انا بحاول انساه تماما. انت ليك حق ترفض وانا هحترم قرارك جدا، بس ارجوك زي ما وعدتني بابا ما يعرفش حاجه. مامتك عارفه؟ اه ماما. بس انت فاجئتيني بحاجه عمرها ما خطرت على بالي. انا كان ممكن اعمل عمليه واخبي، بس والله ما قدرت ابدا معاك بكذبه. انا كنت اتمنى اكمل حياتي معاك وانا عارفه ان عمري ما هلاقي حد احسن منك. صمت وليد يفكر ثم قال: طب انا مقدر صراحتك، بس محتاج وقت استوعب الموقف واشوف هقدر او لا. اغلق وليد المكالمه مع لبنى وهي لا زالت تحت تاثير صدمتها الكبرى بطلاقها. لم تصدق اذنيها ولم تستوعب ما حدث. اعادت الاتصال به لم يرد، اتصلت به هاتفيا لم يرد. خلال دقائق وجدت نفسها محظوره من كل وسائل الاتصال والتواصل بوليد. ظلت لايام متتاليه تحاول الاتصال بوليد دون جدوى، تريد أن تعتذر له وتطلب منه أن يسامحها، لا تريد أن تخسره في نفس وقت خسارة والدتها، الخسارة كبيرة ولا تتحملها. فكرت أن تذهب لأهله وتطلب منهم التدخل للصلح بينهم، ولكنها خافت أن يفتضح أمر ماضيها. في الماضي عندما حكت لوليد أمر الاعتداء المزعوم غاب لأيام، ثم عاد إليها مقررا نسيانهم الماضي تماما وألا يعرف أحد غيرهم الثلاثة ذلك السر أبدا. فكرت كثيرا حتى توصلت لحل أخير لعله ينجح وتستعيد زوجها. جلس مصطفى مع لمياء يفكرون معا. قال مصطفى: متهيألي كفاية كده، أكلمه بقى. فكرت لمياء ثم قالت: بص المرة دي اطلب مبلغ أكبر. ثم فكرت وقالت: اطلب منه 500,000. نظر لها مبتسمة: ده انت يا بت انت طلعتي دماغ، فضلت مخبية نسخة العقد بتاعها عندك كل ده؟ قلبي كان حاسس اننا هنحتاجه، وهي عبيطة، النسخة بتاعتها كانت شايلها معايا، ولما طلبتها قلت لها قطعتها، إنما أنا مش هبلة زيها، كنت عاملة حسابي إن هيجي اليوم اللي هنحتاج فيه الورقة دي. أمسك مصطفى هاتفه ثم قال بعد سباب: عمل لي بلوك، ادخل من أكاونت تاني من اللي عملتهم. بالفعل نفذ مصطفى ما قالت لمياء، ثم كتب رسالة: ورقة الجواز ممكن أرفع بها قضية تعدد أزواج، لو عايز الورقة هات 500,000 ونقفل الموضوع ده. أرسل مصطفى الرسالة وانتظر هو ولمياء. لم يكن هناك حل أمام لبنى سوى ما فكرت به. حجزت تذكرة الطيران وأخذت ابنتها وسافرت لزوجها. وصلت شقتها في موعد عمل وليد، أعدت الشقة وقامت بتجهيز الطعام وجلست منتظرة. في المساء عاد وجدها أمامه لم ينزل لها، واتجه لابنته في غرفتها، حضنها وقبلها. مشت لبنى خلفه وهي تردد: أنا أسف وحقك علي، ليك حق تزعل مني، بس مش لدرجة تطلقني وتعملي بلوك من كل حاجة. لم يرد عليها وليد، بل أخذ بعض ملابسه ورد: احجزي على أول طيارة وارجعي، انت خرجتي من حياتي، لولا بنتي اللي بترضع كنت خدتها منك. بكت وهي تمسك يده: أهون عليك؟ أنا والله ما كذبتش عليك لما قلت لك إنك الحب الوحيد في حياتي، واللي قبلي ده إيه؟ ما كانش حب برضو؟ ازداد بكاؤها بحرقة، كنت صغيرة وضحك عليا. انت حبيبي وجوزي وابو بنتي وكل اللي ليا في الدنيا، اهون عليك تسيبني وانت عارف قد ايه حزني على امي اللي لسه سايباني؟ طب ليا من غيرك دلوقتي؟ ابعدها عنه بقسوه: زي ما هونت عليكي ترضعيني كل ده، عملتي فيها بريئه ولازم اصارحك، واخترعتي لي كذبه، مش هسامحك ولا هنسى لك انك كذبتي عليا. انا رايحه بات عند اصحابي، ولمي هدومك وارجعي مصر، مش عايزك يا لبنى. اخذ ملابسه وخرج من الشقه، وجلست لبنى تبكي خساره كل احبابها. فتحت لمياء باب الشقة، دخل مصطفى مندفعا قائلا: رد. قالت بلهفة: ها قال ايه؟ رد مصطفى مغتاظا: تخيلي بيقول لي ايه. فتح لها الرسالة وقرأت: بلغ ولا تعمل اللي تعمله، انا طلقتها خلاص. احمر وجه لمياء غيظا. جلست مكانها تفكر ثم ابتسمت قائلة: حلو، الخطة اتغيرت، اسمع بقى. عادت لبنى لمصر تحمل ابنتها وحزنها معها. عادت لشقة والدتها، وبمجرد دخولها أولى الخطوات تذكرت عندما عادت منذ شهور قبل ولادة ابنتها. كانت تملك الدنيا وفي أقصى درجات السعادة، كان لديها زوج محب وحياة زوجية سعيدة، وفي انتظار ابنة تكمل سعادتهم. كان لديها الأهم من كل ذلك، كان لديها أم لو وضعت في كفة وباقي سعادتها في كفة لاختارت أمها. الآن فقدت كل شيء، الأم مصدر الحنان والأمان، زوجها المحب، حياتها المستقرة،
فقدت كل شيء ولم يتبقى لها سوى ابنتها. جلست على أقرب مقعد تضم ابنتها وتبكي بحرقة. أيام مرت وحزنها يزداد، تبكي طوال الوقت، تأكل قليلا فقط من أجل ابنتها، لا تنام ساعة متصلة، أعصابها تحترق وإحساسها بالظلم من وليد يزيد ألمها. فقد والدتها وفقد زوجها يؤلم قلبها. حاولت الاتصال بوليد مرات أخرى لم تستطع، فالحظر لا زال قائم. أنشأت حساب جديد على الفيسبوك، حاولت الاتصال من خلاله بوليد وأرسلت له رسالة ولكنه قرأها ولم يرد. فكرت كثيرا، حبها وابنتها ووليد يستحق جميعا محاولة أخيرة. ذهبت في زيارة لحماتها، استقبلتها حماتها بترحاب، وخلال حديثهم سألتها حماتها ناوية تسافري إمتى. تعجبت لبنى فسألتها لتتأكد، أسافر فين؟ قالت حماتها ببساطة، السعودية. مش العزا خلص ولا لسه ليكي إجراءات ميراث بتخلصيها؟ ردت لبنى والدموع تتجمع في عينيها، ما بدأتش في إجراءات الميراث أصلا، بس مش ده اللي معطلني. سكتت قليلا ثم أكملت ولم تستطع التحكم في بكائها، أنا سافرت فعلا، وليد رجعني، وليد طلقني. دبت الأم في صدرها وهي تصرخ بفزع، إيه؟ طلقك؟ إزاي وليه وإمتى؟ وإزاي ما يقولش حاجة زي دي؟ هو اتجنن ولا إيه؟ بكت لبنى، تعاطفت معها حماتها، ما تعيطيش، وليد عمره ما كان متسرع، إيه اللي حصل خلاه يعمل كده؟ لم تستطع لبنى أن تحكي كل ما حدث، ولم تستطع أيضا أن تدعي على وليد أي شيء يعيبه. سألتها حماتها مرة أخرى، ما تعيطيش، أنا هكلمه وخليه يرجعك، مهما كان الخلاف اللي حصل بينكم أكيد ما توصلش للطلاق، هو نسى إن في بنت بينكم. وريد الأمل في قلب لبنى، هل يمكن أن تساعدها حماتها في استعادة زوجها؟ ولكن هل لو علمت كل شيء ستساعدها أم ستقف ضدها؟ استمع مصطفى لخطة أخته، سألها بقلق، تفتكري هتنفع المرة دي؟ قالت لم يأوي هي تصفر، أهو نجرب ونشوف، والله خايف بعد كل ده ما نطلعش بحاجة خالص. ردت لمياء بحدة، لازم تعوضنا اللي حصل لنا. ما خلاص، احنا قعدنا سنين ما نعرفلهاش طريق وكنا عايشين، انت عاجبك العيشة الزفت دي، كل يومين في شغلانة ولا عارف تستقر في شغل ولا عارف تتجوز. بقولك ايه، ان كنت انت نسيت وراضي، انا لا، انا اللي حصل لي بسببها مش قليل ومش هسيب حقي منها، وهو على الاقل نطلع بقرشين يأمنوا لنا عيشة كويسة، هو انا مش صعبان عليك؟ ثم نظرت لطفلين جالسين معا يلعبون، وعيالي دول مش صعبانين عليك؟ امتلأت عين لمياء بالدموع وهي تتذكر حالها. عندما تعرفت لمياء على لبنى في أول سنة دراسية، شعرت بالفارق بينهم، صداقتهم أشعرتها بالفخر. كانت ترى مصروفات لبنى بلا حساب، فأخبرتها أنها لا تستطيع مجارتها لضيق حالها. استطاعت أن تكتسب تعاطف لبنى، فكانت تدعوها معها للخروج وتغدق عليها الهدايا بمناسبة ودون مناسبة. وعندما زارت منزل لبنى وعرفت كل شيء عن حياتها وحياة أسرتها تزامنا مع خطبتها لجارها والذي تحبه منذ سنوات، جاءت لها فكرة وعرضتها على أخيها والدتها، إيه رأيك تتجوز لبنى؟ أبوها غني ووحيدة، لا لها أخ ولا أخت، يعني لو اتجوزتها هتعيش عيشة مرتاحة العمر كله وتريحنا معاك. سيطرت العائلة على لبنى، مصطفى بالاهتمام ومعسول الكلام، ولم يقبل الكلام المتكرر عن الحب وعن رغبة مصطفى في الزواج منها وغرور أهلها ورغبتهم في التحكم فيها. عندما عرضوا عليها الزواج العرفي كانت سهلة التأثير عليها، كان كل شيء يمشي كما خططوا له. بعد الزواج العرفي سينتظر حمل لبنى، حينها يتقدم مصطفى لوالد لبنى ويطلب الزواج الرسمي منها، ولن يكون لديه أي فرصة للرفض. لكن انقلب كل شيء فجأة، لم تحمل لبنى وقبض على مصطفى في قضية مخدرات، حينها تركها خطيبها بطريقة مهينة بعد الحكم على مصطفى. فقد جاءت والدته في نفس يوم الحكم وقالت بلا مبالاة، كل شيء اسمه ونصيب، واحنا عايزين الشبكة بتاعتنا. كانت صدمة شديدة عانت منها لمياء كثيرا، اضطرت للخروج للعمل أثناء الدراسة في أماكن مختلفة لتحصل على دخل يعينها على إنهاء دراستها التي لم تستطع إكمالها. فالنقود التي أخذها مصطفى من أم لبنى صرفت على زيارات ومتطلبات مصطفى خلال أول سنة. تعرضت لمياء لإيذاءات كثيرة خلال تنقلها من عمل لعمل، إهانة، تحرش، ذل. كانت تتمنى أن تتزوج لترتاح مما هي فيه، لكن سجن أخيها كان سببا في عزوف العرسان عن التقدم لها. توفى والدها قبل خروج مصطفى من السجن بشهور، فكانت هي المسؤولة عن البيت ووالدتها وشقيقها المسجون. كانت تبكي كل ليلة من ثقل المسؤولية عليها، كانت تتمنى خروج مصطفى بسرعة ليحمل عنها أثقالها. خرج مصطفى
ووجدت شخصا غير مسؤول ينام أغلب الوقت يطلب منها مصروف. وفي أحد الأيام صرخت: أنا تعبت، أنا كنت مستنياك تخرج تشيل معايا مش تتقل عليا المسؤولية. صار مصطفى أيضا: ما هو اللي حصل لي ده بسبب صاحبتك اللي دخلتيها بيتنا وفكرتك إني أتجوزها، كل اللي رسمتيه اتحول للعكس وبقينا أنيل من الأول. صمتت لمياء، ذهبت لسريرها وظلت تبكي. لم تكن هي المسؤولة بل لبنى، لبنى هي السبب في كل ما وصلوا إليه. ماذا لو كانت صممت على الزواج من مصطفى وأجبرت والديها على مساعدته للخروج من أزمته؟ في وسط بكائها دخل مصطفى لها، هزها برفق: بت يا لمياء ما تزعليش. اعتدلت لمياء جالسة تمسح دموعها وهي ترد: أنا مش زعلانة منك، أنا تعبت، حقك عليا، هشتغل وريحت، بس اصبري عليا لما الاقي شغل. مضت شهور ولم يتغير شيء. مصطفى يعمل أيام قليلة في أعمال بسيطة ويترك عمله، حتى جاءها مصطفى مهللا ذات ليلة: لمياء تعالي، عندي ليكي خبر هيفرحك. سألته الأم ولمياء بلهفة فقال: عريس، عريس صاحب قهوة ومبسوط وهياخدها بشنطة هدومها. سألته الأم: صحيح، وشافها فين؟ لم تسأل لمياء ولم تتردد، قالت بلهفة لتبتعد عن الشقاء: موافقة. علقت الأم: مش لما نعرف إيه ظروفه؟ قالت لمياء بضيق: هيتجوزني ويقعدني في بيته ويصرف عليا، موافقة حتى لو عفريت أزرق. تزوجت لمياء في أقل من شهر رغم كل ما علمته، زوجها يجبرها بعشرين عام ووافقت. لديه زوجة وأبناء وسيتزوجها سرا، ووافقت. اشترط عليها عدم الإنجاب، ووافقت. كانت تريد الخلاص بأي طريقة، وبالفعل عاشت حياة مريحة، شق بها كل شيء تحتاجه، مصروف بالبيت لا يسألها زوجها فيما أنفقته، وكان هذا كل ما تتمنى، حتى حلم الأمومة أبعدته عن تفكيرها. اكتشفت بعد شهور أن زوجها يتاجر بالمخدرات وتعرف على مصطفى بالسجن. تجاهلت الأمر برمته، فهي لا تريد أن تفقد حياتها المريحة بعد الشقاء. بعد عام من الزواج اكتشفت حملها، خافت أن تخبر زوجها، فكان دائما يخبرها أنه لا يريد أولاد. حاولت إجهاض جنينها فاكتشفت أنهما توأم، ورفض كل طبيب تذهب إليه الإجهاض. ظهرت بطنها فلم تستطع إخفاء الأمر أكثر. ثار زوجها، حاولت استعطافه ولكنه لم يقبل، وأعطاها مهلة للإجهاض أو الطلاق. قررت أن تضع أمام الأمر الواقع ولم تجهد. فكرت من ناحية أخرى، سيضمن لها أبنائها مسكن حضانة ونفقة شهرية حتى ولو طلقت. طلقها بالفعل، أنجبت أبنائها ولم يهتم أن يسأل عنهم، بل أخرجها من شقتها وقطع عنها أي مصروف. حاولت معه كثيرا ولم يغير القرار. فكرت أن ترفع عليه قضية نفقة، ولكن أثناء نظر القضية تم القبض عليه في قضية مخدرات، فأصبحت قضيتها كعدمها. عادت للشقاء مرة أخرى، تعمل كل ما يمكن أن يدر عليها دخل، حتى وصل بها الحال أحيانا للعمل في تنظيف البيوت. وعندما رأت صورة لبنى والحياة المترفة التي تحياها، وقارنت بينها وبين حياة الذل التي تحياها هي وأبنائها وأهلها، قررت أنها لن تترك لبنى تهنأ بحياتها، وإن أرادت أن تعيش مستقرة فلتدفع الثمن. ظلت لبنى في انتظار محاولة حماتها الصلح بينها وبين وليد، تتصل بها يوميا بحجة السؤال عنها، منتظرة منها أن تخبرها بما يريح قلبها. بعد يومين أخبرتها حماتها أنها ستأتي لزيارتها في المساء لترى مليكة. انتظرتها بفارغ الصبر وهي تتمنى أن تحمل زيارتها الخير. عندما طرق بابها نهضت متلهفة تفتح الباب لتجد لمياء أمامها. وقفت لبنى أمام لمياء مصدومة، تشعر بالعجز عن التفكير واتخاذ القرار للحظات. وقبل أن تتخذ قرارها وجدت حماتها تظهر على طرف السلم. قالت لمياء بتودد وهي تعانق لبنى: أنا لسه عارفة بوفاة مامتك، ما قدرتش ماجيش عزيكي. خافت لبنى أن تتحدث وفي نفس الوقت لا تريد أن تستقبلها. أقبلت حماتها وسلمت عليها، فاضطرت أن تستقبل الاثنتين. دخلت لمياء وجلست مع لبنى وحماتها، الجميع صامت. سألت الحماة: أمال فين مليكة؟ نايمة. فنهضت الحماة وهي تشير للبنى: ده خليني أبص عليها. نظرت لبنى للمياء شزرا ونهضت وهي تقول منهية اللقاء: شكرا على تعزيتك. ظلت لمياء جالسة وأجابت: العفو، دي مامتك الله يرحمها كانت زي مامتي، بس أنا قاعدة مستنياكي تخلصي، عايزاكي. دخلت لبنى مع حماتها الغرفة التي تنام بها مليكة. أقبلت الجدة على حفيدتها وقبلتها، ثم جلست وأجلست لبنى جانبها: هو إيه اللي حصل بينكم يا لبنى يخلي وليد يطلقك؟ ترددت لبنى ثم قالت: وليد قال إيه؟ أجابت الأم: وليد مش راضي يقول حاجة، وما قدرتش عليه ومش راضي يرجع لك.
قالتها الحماية وهي تشعر بالخجل من كلماتها، ثم اتبعت مش عارفة ايه اللي حصل يخليه مش عايزنا نتكلم معاه خالص في موضوع رجوعكم. بكت لبنى بصمت وشعرت بجرح كرامتها وردت خلاص يا طنط ما تتكلميش معاه تاني في حاجة. يا بنتي ايه اللي حصل بس؟ النصيب وقف لحد هنا. شعرت الحماية ان هناك سرا يريد الطرفين اخفاءه فلم تلح عليها في معرفة السبب. نهضت وقالت مش هطول عليك عشان صاحبتك اللي بره ما تسيبيهاش لوحدها. فتحت الام حقيبتها واخرجت مظروفا، ده مصروف مليكة وكل شهر هجيب لك مصروفها، وليد بيقولي هيديلك كل حقوقك. صمتت الحماية والكلام يؤلمها ويحرجها، اكملت بيقولك كلمي محامي من طرفك يتواصل معايا عشان كل حاجة تتم رسمي. هزت لبنى رأسها وهي تحاول التماسك. غادرت الحماية الشاقة بعدما اوصلتها لبنى للباب. عادت لبنى للمياء وردت بحدة انت جاي عايزة ايه؟ حظك اني معرفتش اتكلم قدام حد. قالت لمياء بتودد اخص عليكي يا لبنى، دي مقابلة تقابليني بيها بعد العشرة اللي بينا. تعجبت لبنى وهبت قائلة انت ازاي كده بعد اللي عملتوه فيا وخربتوا بيتي جاية تقولي عشرة؟ انتفضت لمياء وهي تتكلم بعصبية انت فاكرة انا كنت عارفة وساكتة؟ ده لسه مصطفى بيحكي لي ومش هقولك على اللي عملته فيه، بهدلت الدنيا على دماغه وقلت له محدش هيقفله اللي انا لقيته، قاعد يعيط زي الطفل الصغير وقال لي انه عمل كل ده لانه بيحبك ومش قادر يستحمل بعدك عنه بعد ما شافك تاني، وانه كل اللي حصل ده عشان بس يتكلم معاكي. ردت لبنى بعدم تصديق يا سلام، والفلوس اللي كان عايز ياخدها؟ جر كلام يا لبنى، طب هو اخد منك حاجة؟ كل اللي عايزه من الدنيا انه يبقى جنبك. مصطفى ده كان غلطة عمري. صلحيها يا حبيبتي، انت دلوقتي محتاجة راجل يخلي باله منك ومن بنتك، ومش هتلاقي حد يحبك زي مصطفى. صدقيني اللي بيحب حد الحب ده كله وطول السنين دي ما يفرطش فيه ابدا. صمتت لبنى فتحدثت لمياء بسرعة، ما تاخديش قرار دلوقتي، فكري على مهلك، ارجعوا لبعض وبعد عدتك ما تخلص تتجوزوا ويبقى لك راجل بدل ما انت بقيتي لوحدك خالص كده، لا ام ولا اب ولا اخوات ولا حتى زوج. غادرت لمياء وتركت لبنى وحدها. ظلت لبنى تفكر، التفكير يؤلم رأسها. لا زالت حزينة على فراق والدتها، لا زالت في صدمة طلاقها وجرح كرامتها برفض عودة وليد لها وكلام لمياء الذي زادها ألما وحيرة. هل صحيح تستطيع لمياء إيقاف مصطفى عن إيذائها؟ هل سيتوقف بالفعل أم مقابل أن تصدقهم؟ هل ستقاوم كل هذا وحدها أم ستنهار وتستسلم؟ في تلك الليلة اتصل بها مصطفى، أخبرها أنه علم بزيارة لمياء لها وأنها أخبرتها بحبه لها. كانت لبنى حزينة ووحيدة فسمعته، أطال الحديث عن مشاعره وحبه لها الذي لم ينتهي خلال تلك السنوات، ورغم كل ما مر به وعدها أن ابنتها ستكون ابنته وأنهم سيعيشون معا حياة سعيدة. وعندما أرادت لبنى إنهاء المكالمة بعد ما يقارب من الساعة، أخبرها في كلمات رقيقة مغلفة بالتهديد أنا بحبك يا لبنى، انت حب عمري ومش هقدر ابعد عنك بالذوق بالعافية مش هسيبك. خافت لبنى من كلماته فسألته يعني ايه بالعافية؟ يعني بورقة الجواز بتاعت زمان ممكن ارجعك ليا، لو قدمت بلاغ بيها هتتحبسي بجمع بين زوجين وهفضل برضو جوزك. قالت لبنى برعب مفيش جمع بين زوجين، انا اتطلقت خلاص. بس جوازك حصل وانت على ذمتي، ده انت كمان خلفتي من جواز باطل. دارت بيها الدنيا، خافت أن تستفز وهي تعلم أن كل تهديداته ينفذها دون خوف. أغلقت معه المكالمة بهدوء واستسلام. في الأيام التالية تكررت زيارات لمياء واتصالات مصطفى، ولبنى تعلم أن الزمن يعاد وتشعر أنها مسيرة. اتصلت بها حماتها بعد أيام تخبرها أن وليد يريد التواصل مع محاميها لإعطائها حقوقها بعد توثيق الطلاق. فكرت لبنى أن تتصل بمحامي والدتها ليتمم إجراءات استلام حقوقها من وليد ويتمم إجراءات الميراث، ولكنها لم تتذكر جيدا اسم المحامين، فقررت البحث في أوراق والدتها، ربما تعثر على اسمه وعنوانه أو رقم هاتفه. دخلت غرفة والدتها وفتحت الدرج الخاص بالأوراق الهامة، وبعد بحث قليل أمسكت ورقة وظلت تضمها وتبكي، ثم التفتت لصورة والدتها وظلت تقبلها وهي ترد طول عمرك واقفة جنبي حتى بعد ما مشيتي لسه بتحميني. بعد 6 أشهر استيقظت لبنى من نومها بنشاط وسعادة، دخلت أخذت حماما وأحضرت إفطارا، انتظرت حتى استيقظت مليكة حممتها وألبستها ملابس جديدة وأخذتها في السيارة متجهة لمنزل حماتها. اليوم تم دعوتها لقضاء اليوم في بيت حماتها، ليست المرة الأولى بعد الطلاق ولكنها المرة الأولى في وجود وليد بعد قدومه في أجازة أمس. وصلت بيت حماتها واستقبلتها بترحاب، واستقبلها وليد بلا مشاعر، لا حب ولا كراهية.
سألها عن أحوالها وأخذ ابنته في حضنه أغلب الوقت. وبعد الغداء أخرج الهدايا التي أحضرها لابنته، وفي محاولة أخيرة للأم اقترحت: خد بنتك وفسحها، خليها تاخد عليك، قومي معهم يا لبنى. خرج الثلاثة معا. كانت لبنى تشعر أنها أقوى، فالشهور الماضية ومواجهتها لأزمتها زادتها ثقة في نفسها. كان أغلب الوقت الصمت يجمعهم، وفي آخر اليوم عندما وصلت لبنى لبيتها قال وليد قبل أن ينزل من السيارة: ماما فاكرة أنها كده بتحاول ترجعنا لبعض. ابتسمت لبنى وهي تخبره: ما تقلقش يا وليد، أنا مش عايزة أرجع لك. نظر لها وليد متعجبا: مش عايزة؟ أنت ما وقفتش جنبي في عز ما كنت محتاجة لك، سبتني وكنت هغلط تاني غلطة أكبر من زمان، بس الحمد لله ربنا نجاني في آخر لحظة، واتأكدت إن مفيش حد هيسندني بعد ربنا وأهلي الله يرحمهم غير نفسي. دلوقتي بقيت وحش؟ أبدا، عمرك ما كنت وحش معايا من يوم ما عرفتك لحد النهاردة، حتى في طلاقنا ما فضحتنيش قدام أهلك، بس ما كنتش سند ولا حماية، ما كنتش أمان ليا، ما قدرتش أسامح خداعك ليا. وأنا مش بلومك، أنا غلطت وخدت عقابي ومش زعلانة منك. صدقيني يا لبنى، أنا ما حبيتش غيرك، بس مش قادر أنسى. مصدقاك، وليا طلب واحد عندك، أأمري تفضل في حياة بنتك طول الوقت، حتى لو بدأت حياة جديدة تفضل سندها وأمانها، عايزاها تتربى من غير ما تخاف مننا عشان نلحقها قبل ما تقع في أي غلط. وانت ايه اللي وقعك في الغلط زمان وأهلك كانوا شايلينك جوه عينيهم؟ ما هو عشان كنت جوه عينيهم كانوا قافلين عليا، ومعرفش ان الدنيا فيها ناس مختلفة عننا، ناس جواها شر وحقد، فكان سهل اتخدع. انت بتقولي كنت هتغلطي غلطة تانية، ممكن اعرف ايه اللي حصل؟ ممكن طبعا، بعد طلاقنا وبعد ما بقيت لوحدي مصطفى هددني يا نتجوز بعد العدة ما تخلص، يا هيحبسني بالجمع بين زوجين بورقة الجواز اللي معايا اللي كان بعتلك صورتها، وانا خفت وكنت هستسلم فعلا. لحد ما في يوم بدور في ورق ماما لقيت ورقة طلاق كان المحامي وقتها كتبها، وفيها امضاء مصطفى وشهوده وتاريخه وكل حاجة. رحت بيها للمحامي وحكيت له كل حاجة، وقدم بلاغ في مصطفى يتهمه بالابتزاز، وفي الرسائل اللي كان بيبعتها لي عمل محضر عدم تعرض، والقضية شغالة حاليا. يعني برضو كنت هتغلطي نفس الغلطة؟ كنت ضعيفة ومحدش جنبي، بس الحمد لله مش هضعف ولا هخاف تاني. هز وليد رأسه. نزلوا من السيارة، قبل وليد ابنته وودعهما، وصعدت لبنى لبيت والدتها، وذهب وليد ليوقف تاكسي ذاهبا لبيت أسرته. تمت.